صار شي ما صار شي، شو بده يصير يعني؟ فوتي نامي. وهذا الازاز اللي بالارض؟ فلتت الكاسه من ايدي وانكسرت. بسيطه ولا يهمك، انكسر الشر. طمني ان شاء الله ايدك ما صار لها شي. لا سليمه ما في شي. طيب روح انت هلا على الصالون لبين ما لم الازاز انا من الارض. ام راتب، بعد ما تخلصي تكنيس عملي لي فنجان قهوه. قهوه؟ صارت الساعه 12 بالليل بدك تشرب قهوه؟ ايه بدي اشرب قهوة، حتى لو صار الساعة 4 الصبح. انت خدمة رأي شي؟ طيب لا تعصب، هلأ بساوي لك قهوة تكرم عيونك. يلا روح. تفضل. يسلموا ايديكي. الله يسلمك. شو ابو راتب؟ رح تشرب القهوة على الواقف؟ بتصدقي انه نسيت حالي واقف؟ شبك ابو راتب؟ شو صاير معك؟ بالعادة انت من الساعة 9 بتحط راسك وبتنام. صحيح، بس ما عم بقدر نام يا ام راتب، قلقان كتير. خير ابو راتب؟ في شي؟ احكي لي. قلقان مشان 50,000 ليرة. انو 50,000 ليرة؟ ما بتتذكري ال50,000 ليرة اللي أخذناهم من جارنا أبو غانم وقد دفعنا براطيل لدائرة المشاريع؟ ليش لهلأ ما وفيته ياهم؟ ومنين بدي وفيهم؟ معي ما وفيتهم؟ شوفت عينك الحالة دارة ومصاري بين إيدي ما في. إيه وبعدين؟ ما بعرف يا مراتب، ما بعرف. أبو غانم مزنوق على المصاري، بخش بدني عم يطالبني بالفوتة وبالطلعة، وأنا بقول له هالكم يوم وتكرم عينك وهالكم يوم، ما بعرف شو بدي ساوي. منين بدي وفيها هون؟ طيب شو رح تعمل هلا؟ ما بعرف يا راتب. لا فوق كل الشيء طالبني بالمصاري بطريقة غليظة كتير، طريقة وقحة، بس أنا دقيت إيدي على صدري ومسكت على شواربي وقلت له خلص بكرة من كل بيت بيكون المصاري عندك. طبعا، وما معك تعطيهم بكره؟ اي لو معي كنت قلقت كل هالقلق هاد، كنت شفتيني مدفوس بفرشتي ونايم، مالي سهران لهلا. الله يصلحك يا ابو راتب، انت لما وعدته ما فكرت من بدك تدبر له المصاري؟ قلت لحالي بتدينهم من شي واحد وبعدين بوفيهم، بس ما زبطت معي بنوبي يا ام راتب. بسيطة ابو راتب ولا يهمك. بس بتقلي بسيطة، قال بسيطة. عم بقول لك اطمن، أنا رح حل لك ياها. شو رح تعملي يعني؟ طول بالك وإن شاء الله ما بيصير إلك الخير. ألو. أهلين، مساء النور، مين عم يحكي؟ أنا جارتكم أم راتب. دخيلك لا تواخذني لأني عم بحكي معك بوقت متأخر. لا بسيطة، بس غليتي قلبي. خير اختي ام راتب؟ اخي ابو راتب صاير له شي؟ لا الحمد لله منيح كتير، اطمن ما في شي، بس مسكين قلقان كتير وطاير النوم من عيونه وراكبه الهم. هلا اذا طاير النوم من عيونه بتتصلي فيني بنص الليل وبتفقسي لي نومتي انا التاني؟ بترجاك ابو غني لا تخطف الكباية من راس الماعون، الزلمة قلقان كتير مشان 50,000 ليرة اللي وعدك يدفع لك ياهن ومسك على شواربه. اها ايه، هلأ فهمت عليك. بقى من بعد اذنك اذا ممكن تعطيه كم يوم مهلة مشان لحتى يقدر يدبر لك ياهن، ونحن منكون كتير كتير ممنونين لك. يعني ما قدر يدبر شي نهائيا؟ لا والله يا ابو غانم، المسكين عمل جهده كتير بس ما تدبر معه شي منه. طيب ماشي الحال، راح استنى عليه يومين تانيات. كتر خيرك ابو غانم، فعلا انك شهم، تصبح على خير. وانت من اهله. ارتحت هلا؟ اي معلوم ارتحت، لانه هالقصه كانت قاعده على قلبي مثل حجر الطاحون. هلا الواحد بيقدر ينام وهو مرتاح. يلا اطفي ضوء الصالون والحق لي لشوف. اي على راسي.
اللي فيك. ليش تشعل الضوء فوق راسي وانا نايمة؟ 100 مرة قلت لك لا تشعل الضوء فوق راسي وانا نايمة، ما في فايدة. مشكلة كبيرة يا أم غانم، مشكلة كبيرة. خير، شو المشكلة؟ قومي اعملي لي فنجان قهوة والحقيني على الصالون لإلك. حاضر. بتصدقي انه انا نسيت حالي واقف؟ خير، شو المشكلة؟ شو اللي فايقك بنص الليل؟ هلا اتصلت مراتب وقالت لي انه جوزها ما بيقدر يوفينا 50,000 بكره. ايه وشو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ ان ما قدر يوفيك ياهم بكره، بيوفيك ياهم بعد كم يوم، ما رح يهرب. صحيح، بس المصيبة انا وعد ابو عاصي اوفي ال 40,000 ليرة تبعاته. الو 40,000؟ لك شو نسيتي انه دينت من ابو عاصي 40,000 ليرة من شان ادفع اكرامية للبلدية؟ ليش لهلا لسه ما وافيتوا ياهن؟ كنت وعده بكره اوفي ياهن. يا سواد وشي قدامك يا ابو عاصي، يعني فوق ما الزلمه لباني وعطاني مصاري بروم انا بكافيه بالتطنيش والمماطله. والله عيب عليك يا ابو غانم، والله عيب عليك. مو انا يلي بيعمل هيك، مو انا يلي بيعمل الفصول الناقصه. بالفعل هالقصه طيرت لي النوم من عيوني. خلص ابو غانم، ولا يهمك، الشغله محلوله. شلون محلولة بقى؟ هلأ بتشوف، ناولني هالتليفون لإلك. هلأ مع مين بدك تحكي بعد نص الليل؟ هلأ شو بدك أنت؟ أعطيني هالتليفون، هات. تفضلي. ألو مرحبا أبو عاصي، أنا أم غانم. شو هالحكي؟ كنت نايم بالظاهر ما هيك؟ بعت لي حما فيقتك من نومك. لا لا ما في شي خير إن شاء الله، بس أخوك أبو غانم ما عم يقدر ينام مشان هال40,000 ليرة يلي وعدك يوفيك ياهم بكرة. والله المسكين ما تأمنوا معه، الله وكيلك، عمل المستحيل حتى يدبرون، كل جهده طلع فافوش. بقى شو كنت عم أقول لحالي؟ يعني إذا بتقدر تصبر عليه كم يوم بس تانيات 100% حيأمن لك ياهم. إيه وهو كذلك. تصبح على خير، سلمني على أختي أم عاصي. الله معك. شفت شلون؟ هي انحلت المشكلة بكل بساطة. يعني قبل يأجل موعد كم يوم؟ ايه قبل. قوم اطفي لي هالقضية خلينا نعرف ننام، راسي وجعني. طب شو انو مبلغ؟ ال10,000 اللي دفعتهم بطيل المالية. مرحبا اخي ابو رائد. العمى على هالمصيبة، شلون بدنا ندبرهم هدول؟ ليش على التليفون؟ مرحبا اخي ابو رائد، دخيلك لا تاخذني، بس انشال المبلغ رح وفيك اياه بعد كم يوم. قرب يا حباب، قرب يا حباب، قرب. اصحون ضد الكسر، اصحون. قربي يا ست، قربي يا خانم. عرض خاص مع كل دزينة تصحون كاسة شاي كبيرة إلى إذن. مقي يا حبيبي مق، ومع كل دزينة كاسات شوكي. فرق يا حبيبي فرق. يا صحني يا صحن، أحلى هدية للحماية. لو دحشوك بالفرن بتلقى حر الشواية، وبتلقى دق بقلب الجرن، وبتمشي فوقك هونداي. يا صحن يا صحن يا صحن، قرب يا حبيبي قرب، قرب يا روحي قرب، قرب يا روحي قرب. يلي بدك تصالح حماتك، يلي بدك تصالح حماتك، للكواج للمقلوبة للكبة اللبنية هصحون. خزف يا روحي خزف. شغل وين هصحون بالله؟ كله شي أصلي مدام. أصلي ما اختلفنا، بس عم أسألك شغل وين؟ شغل وين يعني؟ كلها بضاعة فرنساوية الله وكيلك، ماركة الفيل أبو دعسي. وأكيد ضد الكسر هصحون. شي عم قلك فرنساوي خانوم، فرنساوي أصلي، ماركة الفيل أبو دعسي هذا محي الله. وإذا مالك مصدقة رح أعمل تجربة صغيرة قدامك. شايفه هالصحن هاد؟ شايفتي؟ ايه شايفته، لكن مالي شايفته. رح فلته من ايدي قدامك على الارض. ايه مثل ما بدك، بس اذا انكسر انا ما دخلني. لك شو ينكسر يا مدام؟ شو ينكسر؟ شو شايفه الشغله هيلمه ولا فكرك عم نمزح معك؟ ها شوفي ها.
شايفته انكسر. العمى على القصة. ايه والله انكسر. مو على حساب ضد الكسر. ولك انتو الغش بدمكم. ليكو تاني على هالموشع الصباحي. ليش هو دخلني انا؟ انا اللي مخترعه. على حساب فرنساوي. ليش فكرك ما في غشاشين بفرنسا؟ بس العرب بيغشوا. ايه روح عنا يا. روح اضحك على وحدة غيري. شو مفكرني بنت صغيرة قدامك؟ ولك انا شايفة من نمرتكم كتير. العمى بقلبكم العمى. ما عاد في خجل ولا في حياة. لك يا خانم انا لما يعني جبت... اذا بتعرفوا بينكسر ضروري تشلفوا بالهوى شلون ما كانوا تتبهوا. يعني لو قلت لي عنا صحون ضد الكسر والحرارة يمكن كنت اشتري وامشي. لكن زعبرتك وحركاتك البهلوانية يلي بلا طعمة هي يلي كشفتك. لسه بيعمل لي اشعار ومسخرة وحركات رياضية سخيفة. العمى بقلبك العمى على قلة هالذوق. بدك ضروري تنكسر انت الثاني قدامها يكسروا خاطرك الهي. لولا الكسر ولولا الطبش ولولا الكاس المكسورة لولاك يا فخورة ما عمرت هالمعمورة. لولا الكسر ولولا الطبش ولولا الكاس المكسورة لولاك يا كسورة ما عمرت هالمعمورة. عم قلك تعب النهار كله راح بوج اليوم. لا ويا ريت وقفت شغلي هون وانا معجوق بحالي وهربان من دورية المحافظة وقع مني نص البضاعة الله وكيلك زبادي وصحون وكاسات ومفاتيح الى غير يلي اخذته الشرطة. يعني خسران بحدود الالفين ليرة يا ام غاني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انه شو بدهم منك المحافظة؟ لسه حاطين دابون بدابك؟ القريضة تقرضن ان شاء الله. قال عم يلاحقونا مشان المظهر الحضاري للبلد. لأنه يمكن شكلي أنا والبسطة تبعي مكرب ونشاز وبيطفش السواح. يه شو السواح ما رح يشوفه من البلد إلا البسطة تبعها؟ إيه أنا بعرف. بس وينك أم غانم؟ أنا مو حارق قلبي من كل هالقصة إلا الخيار والفقوس اللي عم يتصرفوا على أساسه. شلون يعني؟ الله وكيلك يا ام غانم في بسطات بنفس الشارع اللي كنت واقف فيه اخذ رصيف كله وهالبضاعه مبحوته بحت على الاراضي على عينك يا تاجر. وصاحبها قاعد ورا هالبسطه ولا على باله على شرب شاي ومتيت طول النهار. ولما بتمرق من قدامه دوريه المحافظه بتعمل حالها مو شايفته بتغض نظر. اوف وليش بقى عم يبلعون يعني؟ مو قصة تبليع. القصة أكبر من هيك بكتير يا أم غانم. شو القصة بقى؟ قال هدول يلي عم ينبسطوا بالطريق وعينهم شقرة كتير وخلاقهم ضيقة ولسانهم ناشف ووشهم عطم بيكونوا مرتبطين. مربوطين؟ شلون يعني؟ مرتبطين مرتبطين مو مربوطين يعني متسوسين. كمان ما فهمت. يعني بيشتغلوا لصالح الله. فهمتي بقى؟ ها ايه فهمت عليك. بقى هدول اللي وشه ناشف مثل القريص ما بينزعوا المظهر الحضاري للبلد بس نحن هالمعترين يلي بننزعه. طيب انت الله يصلحك ليش ما بتاخد رخصة وبتخلص من القصة؟ مو احسن ما تهرب من الدوريات من قرنة لقرنة؟ حاولت كتير ام غانم حاولت بس ما بيعطوني رخصة الا اذا يعني اذا شو؟ اذا ارتبطت. ايه شو مستني؟ لك حاجتك بقى ام غانم؟ شو شايفتيني غنمة للربيط؟ شو الملافز هاي؟ يرحمكم الله ابو غانم. هاتي هاتي ناوليني شي محرمة الله يرضى عليكي. علبة المحارم فضيت من امبارح. شلون ما صفي عنا محارم؟ في علبة جديدة حاططها على الكنباية هديك. جيبي لي يا الله يرضى عليكي. لك اخ منك لسه بتجيب من هالماركة؟ كتير خشنة
مثل اللي عم يحف وشب ورقة إزاز. بيجوز، بس هي بيطلع فيها هدايا محرزين، وفي ناس ربحوا من وراها كليات ذهب. هلا نحن وشنا وش هدايا دخيلك انت الثاني. لحظة لحظة، شو هي؟ شو الورقة اللي كبيت فيها؟ هاتيها لشوف. هاتي. مبروك، حامل هذه الورقة يربح جائزة قيمة من مناديل نفيسة. حقا انها نفيسة. شايفها يا ام غانم؟ ربحنا يا ام غانم، ربحنا ربحنا. شايفين حظنا احلى؟ فهمت عليك. شو ربحنا؟ لك ربحنا ربحنا، عم يقولوا لك جائزة قيمة. ايه شو هي الجائزة؟ شو بيعرفني اياها؟ بجوز يكون برادة، بجوز تكون غسالة، او يمكن ذهب، الله اعلم. بالله عم تحكي جد ابو غانم؟ يا سلام يا ام غانم، واخيرا فرجت. لك شفتي شلون؟ شفتي ليش انا بشتري محارم نفيسه؟ لك يا اختي غرض الرجال غير شكل دائما. يا رب تطلع غساله اوتوماتيك يا رب. وينك ام غانم؟ من هلا عم فهمك ها؟ اذا طلعت غساله اوتوماتيك بدي بيعها فورا. يو وليش لا تبيعها؟ لك شو ليش يا ام غانم؟ بنستفيد من حقها، بشتري بالمصاري شويه بضاعه وبسترزق منهم. ويلي يا عم، بشتري عربايه، عربايه فرد مره. يا حبيبي على الفهم، وان شاء الله بدك يعني اغسل طول العمر على ايدي. لا ما بيهون علي بهالشي، ولو ساعتها بشتري لي غساله عاديه مستعمله بشغله 1000 ورقه. تكرم عينك يا ام غانم، ما رح خليك تغسلي على ايدك من هلا ورايح طول عمرك. ايه كتر خيرك والله. محارم نفيسة، حقا إنها نفيسة. أعزائي المشاهدين، كما عودتكم محارم نفيسة دائما ستستمر معكم بتقديم الهدايا القيمة والجوائز المادية. ربحكم أكيد مع محارم نفيسة. مع محارم نفيسة أنت الرابح دوما. أعزائي، معنا اليوم الأخ، ممكن تعرفنا بنفسك؟ أبو غانم، محسوبك أبو غانم. أبو غانم شو؟ أبو غانم الشاحط. أبو غانم الشاحط هو أحد الرابحين الجدد وأحد الذين حلفهم الحظ وفازوا معنا بهدايانا القيمة. أخ أبو غانم، أنت شو ربحت؟ ربحت براد كبير 20 قدم، بابين، تبريد هواء. وممكن توصف لنا شو كان شعورك؟ فرحنا كثير أنا وأم غانم، وقلنا لحالنا فرجت بعد أن كنا نظن بأنها لا تفرجي. وشو بتقول الأخوة المواطنين؟ بقلكن اشتروا محارم نفيسة، اشتروها قد ما فيكن، لأنه محارم نفيسة عيشتكن رح تكون كتير نفيسة. نفيسة؟ من هاي النفيسة؟ الله يصلحك يا أم غانم، قطعتي لي المنام النصه. ومنو هاي النفيسة اللي كنت شايفها بالمنام؟ كنت عم شوف محارم نفيسة مو نفيسة. أما شو براد ربحت لك يا بالمنام يا أم نفيسة يا أم غانم؟ شي بيمزع العقل. براد بابين تبريد هواء 20 قدم، إلو حنفية، مي باردة من برا، دقي لو بيرقص. إيه إن شاء الله يكون منامك فعل خير ونربح براد يا رب. ألو، مرحبا، محارم نفيسة؟ يعطيك العافية يا أختي، معك أبو غانم. مين أبو غانم؟ أنا أبو غانم الشاحط اللي ربحت، قصدي أنا اللي طلع لي قسيمة بقلب علبة المحارم. إيه إيه، قسيمة ربح مكتوب عليها. نعم. الله يبارك فيك يا رب. إجي لعندكم على الشركة السينما جائزة؟ عظيم كتير، رح إجي فورا. بس وينك أختي؟ ممكن أعرف شو نوع الجائزة يا ترى؟ مفاجأة؟ طيب طيب، أعطيني العنوان لو سمحتي. يلا 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 يلا، معك قلم يا أخ؟ قلم بالله. يعطيك العافية. أهلين، الله يعافيك. أنا أبو غانم الشاحط، ربحت برات، قصدي ربحت جائزة. معك القسيمة يا أخي؟ إيه معي القسيمة. إيه والله، والهونداي عم تستناني فوق. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. راجع المدام عصمت بالطابق الثاني إذا بدك. يعني من هنيك لسلم الجائزة؟ إيه من هنيك. يعطيك العافية. وين يا أخي؟ نعم. ما بدك تعطينا حلوة؟ إيه برا، تكرم عينك ولو، بتستاهل. معوضين.
إن شاء الله ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا مدام، يخلينا ياكي. الله يزيد فضلك يا رب. بس يعني ممكن أعرف شو الجائزة مدام؟ إيه تكرم عينك، رح طالع لك إياها على الكمبيوتر. يا ريت. طمنيني مدام. يا سلام، شو هالحظ اللي إلك يا أبو غانم؟ أبو غانم الشاحط ميدان تحتاني. يا عيني على هالحظ اللي إلك ما أطيبه، فعلا فعلا جائزة مرتبة. خلي لي الوش الحلو، ممكن أعرف شو هي؟ لا، أنا بفضل أعمل لك إياها مفاجأة. مثل ما بدك، تفضلي. تفضل؟ وقع لي هون لو سمحت. على عيني وراسي. تفضل. وين؟ هون هون. أوكي. أنا بس عن إذنك لحظة، رح جيب لك جائزتك وأرجع. خذي راحتك. تجيب الجائزة، معناها أكيد لا براد ولا غسالة، يمكن ذهب، أكيد شغلة ذهب. يا ريتني ما تسرعت واستأجرت هونداي. يلا سيدي، مو مشكلة. تفضل يا أبو غالي. شو هاد؟ جائزتك؟ كلب؟ جائزتي كلب؟ ايه كلب. وليش هيك مستغرب؟ يعني عفوا مدام، انا كنت متوقع اربح لي شي براد او غسالة او فرن او شي مروحة، بس مو كلب. كلب يعني بصراحة ما بعرف شو بدي اعمل فيه، لانه بحياتي انا لا ربيت لا كلب ولا ملب حتى ولا قطة. طيب شو بدنا نساوي؟ هيك طلع حظك. بس لمعلوماتك هذا الكلب ما نوع عادي ابدا. ما فهمت عليك. كيف يعني كلب مو عادي؟ بغني مثلا؟ بيلعب كرة قدم؟ لا مو لهالدرجة، بس يعني هذا كلب غالي كتير. وليش بقى؟ ليش غالي يعني؟ كله شافت كلب. اي صحيح، بس هالكلب من سلالة عريقة كتير، يعني الأب يوناني والأم تليانية، وشجرة عيلته معروفة للجد العشرين. تفضل، هاي بيان عائلي، قصدي شجرة العيلة تبعه، مصدقة وموثقة وممهورة، وهي شهادة الميلاد، ومعها شهادة صحية بتثبت خلوه من الأمراض السارية والمعدية، وكمان هون في شهادة تثبت إنه كان منتسب لنادي الكلاب العائلي لمدة 4 سنوات. ودخلك شو كان يعمل بالنادي؟ يعزف بيانو؟ لا طبعاً، بس يعني كان يمارس عدة نشاطات مثل السباحة والرياضة والتدليك والمساج، وهذا كلياته طبعا تحت إشراف أطباء ومختصين. شي حلو والله، خبراء ومختصين. طبعا طبعا، وهي شهادة التلقيح. ليش كمان ملقح؟ طبعا طبعا ملقح ضد 20 مرض من الأمراض السارية والمعدية. تخيل تخيل، حتى ضد السعلة والرشح ملقحينه. يعني هذا الكلب ما بيقرب؟ بإذن الله بإذن الله ما رح يقرب المرة. منيح، طمنتيني. وإذا ما قرب علي منوب بيكون أحسن. وبحب الفت نظرك كمان إنه هذا الكلب له نظام غذائي خاص، وبفضل إنك تتقيد فيها مشان ما تتعب معدته ويمرض. نظام غذائي؟ ليش ما بياكل بزوايد البيت؟ لا لا، شو الحكي، شو زوايد البيت؟ شو انت ناوي تموته؟ شوف ابو غاني، الصبح تعطي حليب بالبابرونة، بس حليب خالي الدسم، ها، مع بيضة مسلوقة او شقفة حلاوة. الغداء تعطي وجبة روس مع صلصة الفطر او جوانح باني، بيمشي الحال، مع شربة كريمة. والمساء يعني انا بفضل انك ما تقله كتير على العشاء مشان ما ينتخن، بكفي يعني صحن صلاة فروي بزيادة. او دخلك ما بيشرب شاي او قهوة او نفس ارجيلة معسل؟ لا لا، اوعك، ها، هو ما انه متعود على المنبهات النوب،
بعدين يكون بعلمك لازم توفر له جو صحي كتير مناسب، يعني بتحطه بغرفة مهواية ومشمسة وما في رطوبة أبدا. حاضر ستي. لسه في شيء تاني؟ لا سلامتك، تفضل استلم جائزتك وألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. امشي دادا امشي. تفضل. شو قلتي لي اسمه المحروس؟ هو اسمه الكامل دبليو جوش، بس جوش حاف بدون شيء بيمشي الحال. ماشي الحال. امشي جوش، امشي حبيبي، امشي جوش 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 جوش. معلش انزل انت سوق، انزل روح. امسك من ايدي لقلك عينك عليها. روح. وما قبلوا يبدوا لك اياها بشي طنجرة ضغط او شقفة مروحة؟ لا ستي ما قبلوا، قال هيك حظك نصيبك. لك ودي على الحظ كلب. احمدي ربك اللي ما طلع لنا شيء ضد. شو ناوي تعمل فيه؟ شو بدي اعمل فيه يعني؟ من بكره بدي انزل بيعه. ايه وين بدنا ننيمه اليوم؟ بتنيميه بأوضتي وعلى تختي، وانا بمد فرشه وبنام هون. شو هالحكي اللي عم تحكيه ابو غاني؟ نيمه محلها؟ ولك يا ام غاني حتى تختي يمكن ما يكون قد المقام، شو مفكره انت؟ لا وبجوز ما يرتاح عليه منوب. شو هالحكي يا ابو غاني؟ يعني قد ما راح واجا بيضل له كلب. لك اخ يا ام غانم اخ، هالكلب هاد يلي مو معبي عينك احسن مني بكتير. وبشو احسن منك؟ بكل شيء، بكل شيء. ام غانم عدي على اصابيعك، هو معه شهادات رسميه وانا ما معي. هو مدلل مربع العز والنعيم، وانا ربيان بالحارات وبين المزابل. ايه بين المزابل ربيان. انا كان فكري وين ربيان؟ هو مسجل بنادي الكلاب العائلي مشان يسبح ويلعب رياضه، وانا من 20 سنة ما سبحت ولا صح لي غطس جسمي بالمي، والرياضه الوحيده اللي عم مارسها هي الركض قدام الدوريات. هو ملقح ضد 20 مرض معدي، وانا يا من تراني ملقح بالفرشه لانهم اهلي بحياتهم ما لقحوني وما عندي مناعه. هو بيفطر حليب بالبيبروني، بيتغدى لحمه، بيتعشى فواكه، وانا مقضية على الفول والفلافل والخبيزه. شوفت عينك. هو اذا ضاع او انفقد او صار له شيء في مين يسال عنه؟ في. وبيبكوا اصحابه، بيبكوا اذا ما لقوه، اما انا اذا ضعت ولقوني بيبكوا اصحابي لانه لقوني. هو اذا انحبس كم يوم جوات البيت بتفز علينا جمعيه الرفق بالحيوان، ليش ما عم تشمموه هوا؟ اما اذا انحبست لاني مادت بسطي بالشارع وعم استرزق ما في مين يسال عني. يعني باختصار هو عايش عيشه البني ادمين المرفهين، وانا عايش عيشه الكلاب. بقى ليش لحتى ما ينام محلي ام غانم؟ ليش؟ ما في اسباب موجبه حبيبتي. يا كلب يا كلب، ليش لما تشوف عيني بيرتعش قلبك؟ قلت لك بحبك مثل خيي، وغير هيك ما بحبك، وغير هيك ما بحبك، وغير هيك ما بحبك يا كلب. مثل ما تعرفوا كلكم كعاملين في الحقل الإعلامي من مذيعين ومراسلين ومخرجين، إنه محطتنا هي المحطة الوحيدة اللي فازت بحقوق نقل وقائع مؤتمر القبائل. والشيء هاد إن دل على شيء فإنما يدل على ثقة القيادات بمحطة التفاؤل الفضائية. طبعاً نحن لازم نكون أهل الثقة وللمسؤولية اللي حملناها على كتافنا. أنا بحب نوه بهالاجتماع هاد بأن الحدث كبير كتير والمناسبة عظيمة جدا، والجماهير تاركة شغلة وقاعدة عم تنتظر النتائج يلي رح تتمخض على هالمؤتمر. مشان هيك مهمتنا رح تكون صعبة كتير.
طبعا احنا من جانبنا اعلنا الاستنفار بالمحطه 100% ورفعنا درجه الجاهزيه للحدود القصوى. انتوا طبعا راح يكون شغلكم من موقع الحدث ونحن من هون من المحطه. تفضل يا شزا. يا ترى في شي برامج خاصه موازيه لوقاع المؤتمر راح تنبس بهالمناسبه؟ ايه طبعا، نحن حضرنا برامج كثيره راح نبثها بالفترات الواقعه بين الرسائل. وشو طبيعه هالبرامج استاذ؟ معظمها برامج موجهه. نحن طبعا رح نلغي كل برامجنا الاعتياديه لحتى نتفرغ لهالمناسبه. مثلا عندنا برنامج من كل قطر فنان، من كل قبيله دبكه، على بلد المحبوب الديني ابساط احمدي، مسابقات عروبيه، جود افترنون يا عرب، هذا طبعا بالاضافه للاغاني الوطنيه والسكتشات الحماسيه. في اسئله ثانيه؟ على فكره نحن اخترناكم من بين كل طاقم المحطه لثقتنا التامه بانكم الاجدر بهيك تكليف. مثلا لأن سيشزا صار عنده خبرة كبيرة بنقل وإخراج المسيرات والاحتفالات الجماهيرية والمهرجانات. لأن سعليا مذيعة متمرسة وعندها القدرة على المحاورة والمناورة والمراوغة. الأستاذ جمال من أكفأ المذيعين عنا، خصوصا أنه بيتمتع بصوت جهوري ما شاء الله، وكان صار معلق على حوالي 20 مسيرة وشي 40 احتفال. الخلاصة كلكم ما شاء الله وكان خبرات كبيرة ونحن حاطين كل ثقتنا فيكم، وما فينا نقلكم غير الله يوفقكم. ابو عمر. ايوه رح نحط هون كاميرا ثابته. اوكي، وثلاث كاميرات متحركه. نعم سامي. نعم خليك معايا وين ما رح، حتى لو فاتت على الحمام. أوكي. لازم ننقل المشاهد العربي، كل كبيره كل صغيره، كل همسه كل غمزه كل لمزه كل رياكشن، يعني واحد تداوب، واحد سعال، واحد عطس، كله هذا لازم يبين. ماشي شباب؟ أوكي. كلكم جاهزين؟ جاهزين. على كل حال انا بالكنترول. أوكي. شباب في اي اسئله؟ جاهزين احنا. اوكي يلا تفضل. سيداتي سادتي، تبدأ اليوم أعمال مؤتمر الوفاق بين القبائل، حيث تنتظر الجماهير هذا الحدث الكبير بفارغ الصبر، ووحدة تلفزيون التفاؤل ستنفرد بنقل وقائع هذا الحدث الهام لكم، فابقوا معنا. يتميز هذا المؤتمر عن سواه بحضور ممثلين عن جميع القبائل دون ما استثناء. الجميع قد أتى محملاً بالآمال والمقترحات والتوصيات، من قبيلة فظاعة إلى فخذ عواطف، من قبيلة المحتج إلى شعوب بني شمس، ومن بطن قبيلة بني غضبان وكليب وبني رفش إلى فخذ قبيلة حسين وغسين. الجميع جاءوا إلى هنا لتتوحد الكلمة ولتتشابك الأيدي ولتنتظم الصفوف. سيداتي وسادتي، مشاهدي الأعزاء، ها هو وفد فظاعة قد وصل. حضرة صاحب المقام، السؤال الذي يتبادر للأذهان، هل ستجتمعون مع وفد عواطف؟ لا لا أبداً، كل شيء لحال. لحضورنا المؤتمر شيء ولقائنا مع وفد عواطف شيء تاني. نحن اشترطنا أول ما تلقينا الدعوة لحضور المؤتمر أن تكون طاولتنا أبعد ما يكون عن طاولة وفد عواطف، ما بدأ توعيني بعينهم أبداً، وإلا سنضطر آسفين أنه نعتذر عن المؤتمر وكل شيء لحال. طيب لنفترض أنكم التقيتوا مع بعض بشي كوريدور أو على مائدة طعام، شو بتعملوا؟ نحن متخاصمين من زمان، وإذا وقع وشنا بوشهم ما رح نحكي معهم أبداً، ويكون بعلم الجميع الكلام. طيب شكرا كثير. شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، من فضائية التفاؤل نتابع معكم، ها هو وفد قبيلة المحتش قد وصل، فأهلا بالفوارس الشجعان، أهلا بأبطال الشعر والبيان، أهلا بالأخوة الأشقاء الذين حيث اتطأوا أقدامهم تورق البطولة ويزدهر العنفوان. سامي المبجل، رئيس قبيلة المحتج، هل ستقدمون أي مقترحات للمؤتمر؟ نعم طبعا، نحمل بعض المقترحات وسنقدمها للمؤتمر إن شاء الله.
هل لي أن أعرف أحد هذه المقترحات؟ طبعا، حرية التنقل بين المضارب، إلغاء فيز الخروج وتأشيرات الدخول، والجرين كارت طبعا. شكرا. أعزائي المشاهدين، في هذا المكان سيجتمع الأشقاء، في هذه القاعة ستلتقي القلوب والأفئدة وتشخص الأبصار وتتجدد الآمال. هذه القاعة ستضم الحدث، الحدث الذي طالما انتظرناه. كل شيء مرتب، كل شيء في مكانه، لافتات الترحيب في كل مكان، لنقرأ معا ماذا كتبوا. أما شعار المؤتمر فيتصدر القاعة. أعزائي المشاهدين، لنا عودة إلى هذا المكان عندما تلتقي البطون والأفخاذ والسواعد والسيقان، فابقوا معنا. أكرم الفاضل، ممثل قبيلة بني حسين. نعم. ما هي أهم المقترحات التي يحملها وفد قبيلة بني حسين للمؤتمر؟ في الحقيقة لقد حملنا معنا الكثير الكثير، توصيات، مقترحات، مداخلات، وجهات نظر، آراء، مواقف، ردود أفعال. وأهم التوصيات التي سنقدمها للمؤتمر هي توحيد أسعار النفط بين القبائل، وإلغاء الرقابة على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمشاهدة. وماذا تقولون للجماهير العربية؟ نقول اطمئنوا، اطمئنوا ولا تقلقوا يا إخوتي، فنحن نقف على أعتاب مرحلة جديدة. وأبرز سمات هذه المرحلة؟ إلغاء سياسة المحاور. نعم، وبحب طمن الإخوان كمان أن لا محاور بعد اليوم، لا محاور. وما هو البديل عن سياسة المحاور؟ سياسة الأقطاب. سياسة الأقطاب دارجة كتير ببلاد برا هالأيام، والمفروض إنه نجربها عنا عمليا. طيب، شكرا كتير، بتمنى لكم التوفيق. شكرا. مشاهدي الأعزاء، إخوتي في كل مكان، ها هم أبناء بني طحش، قد طحشوا على الصافنات الدوامر، قد وصلوا على خيولهم الأصيلة، على كل جواد أشهب، مكرا مفرا، مقبلا مدبرا، معا كجلمود صخر حطه السيل من عليه. أهلا بالطحشيين بيننا، هؤلاء هم فرسان بني طحش، هؤلاء هم مغاوير بني طحش، الطحامشة يترجلون عن خيولهم. الله أكبر، الله أكبر، هذا هو يوم التلاحم، هذا هو يوم الجماهير. أسمع هدير المستقبلين، أسمع صراخ الجماهير، أسمع هتافات المواطنين. الله أكبر، اليوم سنكتب التاريخ من جديد، سنسطره بأحرف من نور. اليوم هو يوم العزة والفخار، هو يوم الانتصار. ممثل بني كليب، ما الفعالية التي ستريدونها في هذا المؤتمر؟ سنعمل على توقيع اتفاقية أمن مشترك، يعني تسمح بحرية التنقل للعسس بين القبائل، وذلك للقبض على المجرمين والفارين. وكذلك سنعمل على توقيع اتفاقية لتبادل المعارضين واللاجئين السياسيين، يعني باختصار انتربول سياسي. طيب، شكرا كثير، نتمنى لك توفيق. ممكن بس سؤال ثاني؟ لحظة. شكرا شكرا شكرا، يعطيك العافية. كما نلاحظ سيداتي وسادتي، أحاديث ودية تدور بين المشاركين، والأجواء العامة تبعث على الارتياح وتسمح لنا بتنسم عطرا شيقا يبشر ببيان ختامي موفق. تلفزيون التفاؤل ما زال معكم
فابقوا معنا. أنا كنت خايف إنك ما تجي سيادتك. لولا جنابك ما وعدني إنه تفتح موضوع عودة الاتفاق بيننا وبين عواطف ما كنت جيت نهائيا. وهالمرة كمان ما راح تخيبني إذا رتبنا لقاء جانبي بيناتكم على ما أظن. لا جانبي ولا غير جانبي، رجاء لا تفتح هذا الموضوع مرة تانية أبدا. سيدي مو شرط يكون اللقاء رسمي، لقاء صغير على هامش المؤتمر. لا هامش المؤتمر ولا دنب المؤتمر بنوف. أنا حالف 100 يمين معظم إنه ما أحكي مع واحد منهم طالما أنا عايش. بعدين أنا ما برجع بيميني وانت ما بتريدها كمان. بس هالشي هاد مو لمصلحة المؤتمر والوفاق وتنقية الأجواء يلي عم نحكي فيها يا سيدي. يا سيدي الأجواء تتنقى بدون ما نجتمع مع بعض، شو بيصير يعني؟ لو بيسمح مقامكم انه نبحث أسباب الخلاف بيناتكم هذا الشي بيكون إيجابي بالنسبة للمؤتمر. أخي أسباب الخلافات واضحة والكل بيعرفها، بعدين ما في داعي نفتح الماضي وننكأ الجراح. بس المرحلة مثل ما بيعرف جنابكم بتتطلب تجاوز الخلافات الجانبية. لا إذا بتريد ما بلا منك أبدا، خلافاتنا مو جانبية. إيش ولاد صغار نحن؟ نحن خلافنا مون استراتيجي بحت. بعدين الجماعة مو تاركيننا، نازلين فينا بجرايد الليل نهار، كأنه ما في لا قصة ولا سيرة غيرنا، تركوا الدنيا ودبونا ولزقوا بدأنا مثل الأملة. بجوز، بس الموضوع أنتو كمان ما قصرتوا، وإعلامكم في البركة، بعدين يا عمي، إعلام قبيلة عواطف بيعرفوا القاصي والداني. لا أخي، هذا دفاع مشروع عن النفس، وحدة بوحدة والبادي أصدم. طيب شو رأيكم توقفوا مبدئياً الحرب الكلامية والإعلامية بيناتكم؟ إيه، ما في مانع، إذا هن بيوقفوا خدها مني، نحن منوقف. هن قالوا نفس الحكي. فمين بده يوقف بالأول؟ هلا أخي أنتوا ما عندكم شغلة وعملة بالمؤتمر غيرنا؟ اتركولنا بحالنا بقى، بعدين في قضايا كتير ملحة وساخنة أكتر من هالقضية، وفي جدول أعمال طويل وعريض. بعدين تعال إلا ليش أنت ما بتلتقي بممثل بني غصين؟ سمعت أنك عملت 100 مشكلة ومشكلة مشان ما تجي طاولتك قدام طاولته. طبعا بدي أعمل 100 مشكلة وبيت قصة، والله ما احلاني قاعد مع بني غصين على طاولة وحدة. طيب شو هي أسباب الخلاف؟ ما بدنا نعرف؟ لا لا، نحن موضوعنا بيختلف، لأنه نحن خلافنا على المبدأ والنهج، وهدول جماعة ما بيستحوا، لأنه لا عندهم لا مبدأ ولا ناموس. بس هذا ما بيمنع يا سيد إنكم تنقوا الأجواء بيناتكم. نحن من ناحيتنا عملنا اللي علينا، بس ما لقينا منهم تجاوب. شلون يعني؟ رح قلك يا سيدي. التقيت أنا وممثل بالمؤتمر الاقتصادي الرابع، ولما جيت لسلم عليه قام عمل حاله الأفندي مو شايفني ودار وشه، قالوا صار يحكي مع ممثل قبيلة رفش. ليش؟ بالجكارة فيني، لأنه بيعرف أنه نحن وقبيلة رفش مو طيبات على بعض. معك حق، أصلاً هنن وبني رفش طنجرة ولقيت غطاها. بس اللي بدي يفهمه أنه شو اللي بيودي بني رفش لهيك مؤتمر اقتصادي هام؟ لك شو بيعرفني؟ بس رحنا لهني لقيناهم سابقيننا وحازين أحلى طاولة. يخرب بيتهم شو بيحبوا المنفخة وبيحبوا المؤتمرات، وما شغلتهم إلا ياخدوا مقترحات ويجيبوا توصيات. العامة شو بيحبوا الجأجأة، يا لطيف شو مجأجئين. شو يا نصوح، ليش ما حطيت غنية لشي حدا من قبيلة كليب؟ ايه طبعا اتوب علينا. هلأ مستشارهم الصحفي كان عم يعاتبني على التليفون وعم يقول حطيته للكل إلا نحنا. شو نحنا ما عندنا فولكلور وتراث؟ كيف؟ ما لقيت شي بالارشيف؟ ارجع انزلي على الارشيف الا ما تلاقي لك شي دبكه شي رقصه شي اهزوجه. ايه دبر راسك يا اخي. وبصراحه نحن زعلانين منكم كثير، وكنا ناويين نسجل احتجاج رسمي بسفارتكم عنا. الله لا يجيب زعل، ما هو طول عمرنا علاقاتنا متينه وراسخه معكم. متينه وراسخه، واستكترتوا علينا كم برميل مازوت للشتويه. الحقيقة أنتوا بتعرفوا إنه ما بينعز عليكم شيء، بس لما إجا مندوبكم لعنا شرحنا له إنه منظمة المازوت العالمية ما بتسمح أبداً بزيادة الإنتاج، وإنتاجنا الحقيقة من المازوت بعادل تماماً الكمية المتعاقد على تصديرها. هلأ معقول ما تكونوا حاسبين حسابكم بشوية احتياط للشتوية؟ يعني معقول نشحدوا شحادة منكم المازوت؟ يا سيدي بسيطة بسيطة، إمتى ما لزمكم مازوت ابعتوا مندوبكم ونحن بنعطيكم من الاحتياطي تبعنا ولو نحن أشقاء. يا سيدي بارك الله فيكم. الشيء اللي مستغربه إنه شلون بتسمحوا لصحافتكم تهاجمنا هي بهالصفاقة هي. يا سيدي مو بس بيهاجموكم لكم، حتى حكومتنا بيهاجموها وما بيوفروها. هيك عنا الصحافة حرة ومنعتبرها سلطة رابعة بالقبيلة. يعني نحنا صحافتنا مو حرة؟ لا سيدي، نحنا كمان عنا صحافة حرة، بس في فرق بين الحرية وبين الحماقة والاحتقار. نحنا عنا صحافة حرة، الصحافة عنا تكتب عن كل شيء، عن الطرقات المحفرة، عن الروتين، عن الفساد، لكن ضمن حدود الأدب والمنطق. أما أنتم مو فرق معكم بنوب، مفلتين على الآخر. ولك يا أخي نحنا مو مفلتين الأمور،
الصحافة عنا ما بتعبر عن رأي الحكومة، بالعكس بتعبر عن رأي أصحابها، لذلك ما لازم تعتبوا علينا. يا حبيبي على مين بدنا نعتب لكان؟ إذا دولة طويلة عريضة مثل دولتكم مو قدران تسيطر على كم جريدة وكم محطة تلفزيونية، على شو مسيطرين لكان؟ نحن الصحافة عنا إرث قديم، يعني متوارثينه عن آبائنا وأجدادنا، لذلك ما لازم نتخلى عنه مهما كانت الأسباب. يا عمي حرية الصحافة مو هيك؟ هي لازم تكون موجهة ومضبوطة، يعني حرية مؤسسات وقوى مو حرية أفراد. سيدي كل واحد بيمارس حرية على طريقته. شو؟ منين طلعتونا بهالصرعة؟ ما بعرف، كل القبائل الثانية عندها حرية صحافة وما حدا جاب سيرتنا بنوب. ما في غير انتو على الطالعة وعلى النازلة نازلين فينا طرق وسفق وشتم وسب. ايشو انتو يعني نيقة عن خليقة؟ هلا اذا فريقنا غلب فريقكم ببطولة القبائل بالفطبول ليش لحتى تضربوه؟ ها؟ وين الروح الرياضية يلي عم تحكوا عنها؟ مذيعكم عم يقول على التلفزيون انه ما في فرق بين الاشقاء، مين ما ربح يربح، وبالمقابل الجمهور نازل ضرب باللعيبة. اخي هذا كان تصرف فردي طوقناه بسرعه حتى ما يصير له زيول ابعاد، لا تعمل اياها قصه الله يخليك. ولك اخي هذا مو حكي، نص لعيبتنا رجعوا مكسرين وما بدك الموضوع ياخذ زيول وابعاد؟ هلا ليش جنابك عم بتكبر الموضوع؟ كل الدنيا بصير فيها هيك؟ يعني لو كان فريق اجنبي بدل فريقنا، يا ترى كنتوا عملتوا فيه هيك؟ اكيد ما بتسترجوا، اصلا نحن مو شاطرين غير على بعضنا البعض. هلا لا تحتد كثير، بزمناتكم وبالبطوله الماضيه رشيتوا الحكم لحتى اعطاكم ضربتين جزاء، تبلي وظلم. نحن رشينا الحكم؟ اي نعم، ونحن عنا الاثباتات، بس ما حبينا نحكي مشان العلاقات الاخويه اللي بيناتنا. انا ما بسمح لك توجه لنا هيك اتهام ابدا. يا سيدي لا تحتد كثير، المباراه كانت منقوله على الهواء وكل الجماهير العربيه شافتها وشافت بعينها شو صار. انتم كل ما بتخسروا قدامنا بتطلعوا 100 حجه لحتى تغطوا عجزكم وتضللوا جماهيركم. لا نحن عم نضلل الجماهير. أنسة عليا، ليش تاركي موقعك وجاي لهون؟ جيت بلغك احتجاج وفد قبيلة عواطف. وعلى شو عم يحتجوا دخلك؟ قال عم نتجاهلهم كتير ببرامجنا. نحن تجاهلناهم؟ حطينا عنهم كذا برنامج، برنامج سياحي، برنامج جغرافي، برنامج ثقافي. قال المفروض أكتر من هيك، وإلا رح يضطروا يسحبوا مساعدتهم للمحطة. ولي علينا وعلى هالشغلة، لمين بدنا نرضي لنرضي؟ ما قالوا لك شو بدهم برامج؟ قال أي شيء من تراث وفلكلور القبيلة. ماشي الحال. أيها السادة، بدأت منذ قليل الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر العام للقبائل، فلترتفع أيدينا إلى السماء ولتلهج قلوبنا بالدعاء إلى الله تعالى ليوفق كل المؤتمرين إلى ما فيه خير الشعوب وصلاح الأمة وسعادة ورفاه القبائل. شلون؟ ما لقيت لا مطرب ولا مطربة من قبيلة عواطف تعمل معه لقاء؟ يعني معقول ما يكون عنده مطربين؟ ايه؟ ما حدا موجود؟ طيب دبر راسك يا اخي بشي مطربة، رقاصة، عازف ربابة، دقيق طبل، مو مشكلة، المهم نطالع لهم شيء على الشاشة، ولا بيقطعوا عنا المساعدة ها على محطتنا منتشرشح بعدين. خير شو صار؟ حضرة عالي الجناب، ممكن تعطينا فكرة عن القرارات اللي اتخذتوها بالمؤتمر؟ بدك القرارات اللي اتخذناها بالمؤتمر؟ لو سمحت. حاضر. المؤتمر ندد وشجب واستنكر ورفض، استنتج انه لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة.
شوفي شوفي يا ام فارس، شوفي هالشوفي ما احلاها. يا الله ما احلاها، يا الله ما احلى. لك حلو كتير كتير حلو، بيجنن منصوحين فيه. لك ابو فارس شايفه لونه ما احلى مرت عمي؟ إيه لك ما يبلى، ان شاء الله ما يبلى لك فارس. فارس شلون سواقته؟ مثل الحلاوه. بعدين وينك زينه؟ انا بعجبك بالسواقه، الله وكيلك. فتلك بطرش المعزه تبع ابو داغر، برقت فيه بالنص، ما طرقت ولا بمعزايه، مع انه معزاياته كتير غلاز وعفري. حلال عليك. هلا بدك تاخذني مشوار؟ ها رح فوت غير ثيابي والبس اواعي جديده. وقفي شبكي ولاد، تاخذتي شو لحالك؟ بدك تروحي كلياتنا بدنا نروح سوا. اما شو يا ابو فارس، عملت كلك نقف الدين، اكلت رز فولدك تاكل اصابيعك وراها. هلا كلياتنا بنركب بهالتراكتور وبناخذ معنا الطبخه وبنروح صوب عين الصاحب وبنتغدى هونيك، شو رايك؟ مثل ما بدك، بس قبل كل شيء خليني هلا علق فرده شلوخ قديمه ورا هالتراكتور حتى تقطع العين الحسودي. شلوخ شلوخ شلوخ. هي تعال انت وراك، تعال قريب جاي، تعال 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 عندي ولا تعال. ايش تعمل رجلك؟ تشوف خذ هاري، هذه مليحه. وانا كمان ابو فارس بدي اعلق لهم خرزه زرقات الشالوخات. مرت عمي طيب نعم. توم مو احسن؟ خلينا نعلق راس توم بدنبه. لك ما تبلي ما تبلي. شو فهيمه، امشي قدامي لنجيب طنجره الرز بفول وسطل اللبن. يلا امشي. أهلين أبو فارس. يعطيك العافية أبو دعاس. الله يعافيك. صحيح اشتريت تراكتور يا أبو فارس؟ أي والله. بس وينك أبو دعاس؟ ما بدك توصاي إنت؟ هالثور هذا أماني برقبتك، فهمت شو عم قلك؟ حاضر تأمر يا أبو فارس. بس وينك أبو دعاس؟ إياك تقول لمرتي وولادي إنه أبو عجلي عندك. أنا قلت لين إنه أنا بعته وانتهيت من أمره. حاضر غيره. لا يا ابو دعاس سلامتك. بو عجلي بو عجلي يا افحل ثور، شيخلك ما بيجيبوا تراكتور، وبالتشبايه وشك ابيض والبقر واقفه بالدور. يا ثوري يا انعم ثور، لو تعرف قيمتك اسبانيا بتبطل تعذيب الثور. مبروك تراكتور يا ام فارس. هيك ها هلا بيضتوها. الله يبيض اصلك يا ام سالم. تفضلي معنا على السيران غير مره ان شاء الله. شفت شفت يا ابو فارس، شفت العز؟ شفت بقال لي لشوف انو احسن، ابو عجله ولا تراكتور؟ وك شو جاب سيره ابو عجله هلا اختنيه؟ انا جاهزه مرت عمي، والاكل بعده سخن. ها يلا يلا اطلعوا اركبوا. بس وين كين؟ هي آخر سرانها، يعني صرتوا لحد هاللقطني رايحين أربع سيارين. أيمتين بدنا نفلح الأرض؟ الله على حكيك، شو بفور الدم؟ يعني مو لازم أهل الضيعة كلياتهم يعرفوا إنه صار عنا تراكتور؟ دخيلك أنت وأهل الضيعة. فارس انطلق. هلا اللي بدي يفهمه انا شو عم يعمل لك هالزلم المسكين حتى نازل فيه دق ومسخره؟ معلوم بدي انزل فيه دق ومسخره، لانه يلي عم يعملوا مش اصول بوتيتا. طب شو عم يعمل يعني؟ شو عم يعمل؟ كل يوم كل يوم لا مقطوعه ولا ممنوعه بيركب هالفلعوصه جنبه على تراكتور وبيروح على السينما. شو فيها هاي؟ ليكو الثاني ليكو يا ام فارس، لسه تراكتور ما فلحناش فيه ولا مرة، بقى ما بيجاوز يروحوا فيه سيارين على السينمات. يا بي الله يخليك، نحن عم ننطر الأرض لحتى على نصتك انت. ومش بس هيك يا ام فارس. خير شو في كمان؟ وصلني خبر انه ابنك عم يتسابق بتراكتورات، بقى بيجاوز من الله يعمل هيك. إيه لا بسيطة هي أبو فارس، الولد فرحان بتركته. لك الله يديمك فوق راسنا لحتى نفرح بخيراتك. خلص عمي منوعدك إنه ما بقى نركب على التراكتور أبدا، مو هيك فارس؟ إيه بس أنت فرت لي هالوش، إيه دخيل هالوش أنا؟ لا مش عن شيء، بس لسه ما فرحناش فيه ولا مرة يعني. ناولي لعمك ولا زينب، ناولي كاسة شاي خليه يروق دمه.
شاو يا فارس؟ ليش طفيته؟ ما طفيته، هو وقف لحاله. شلون هو وقف لحاله؟ دور تشوف. ما عم يشتغل. ليكون ما فيهوش بنزين. ما بصير يا بي، الخزان مليان. طيب والزيت؟ فل فل. ليش ما عم يشتغل لك؟ والله ما بعرف. ايش بعرفني انا؟ انزل فارس، انزل انزل تشوف. العمى هلق كان ما فيهوش البلاء. ليكون حمي يا بي. حمي؟ ومن شو بده يحمى؟ لسه ما فلحنا فيه في المين. قال يحمى قال. يا بي عرفت العطل. عطل شو؟ شايف هالقطعة؟ اي شو بها؟ هي مكثفة، يعني هي شغلتها انه تعبي الدينامو كهربا. بجوز احترقت. احترقيت؟ اي احرق اخت هالشغلة، لسه ما حلى. والله هذا اللي صار. ليك يا بي تعال شوفها، سودة مثل الفحمة. وهيك عم يصير مع تراكتور ابو موسى وابو متعيب يا ترى؟ لا يا بي لا، هدلينك تراكتوراته الألمانية. طيب والعمل هلق ثنائي؟ العمل ما في انه غير نشتري هالقطعة هي لحتى يمشي. معقول؟ معقول يا فارس؟ معقول قطعة صغيرة قد رأس الدباوس توقف تراكتور قد الجبل؟ شوف يا بي، أنا هلأ بروح لعند المهندس يحيى وبجيبه، بلكي بلاقي لنا حل. قال عطل قال. يخرب دياره شو عاطيل، لسه ما حلو. يعطيك العافية. أهلين الله يعافيك. شلونك؟ الحمد لله، أمور عمي. يعني بيلتقى عندك من القطعة هذي؟ شو رقمها؟ شو بعرفني؟ يا برهان. برهان مر معلم. شف لي في عنا مثل القطعة رقمها 241/4. ما في معلم، ما في. ما في يا عم. شلون ما في؟ بدنا نشتغل. صدقني ما في، لو في ما بينعز عنا. طيب تراكتور واقف بنص الحقلي، لا من كمه ولا من هثمه. عم اقول لك ما في عمي. عم تفهم عربي؟ طيب وين بيلتقى منا هذي؟ ما بيلتقى منا غير عنا. طيب اعطيني هالقطعة ومشينا. امنتوا بالله على النهار. عمي عم اقول لك ما في، مفقودة، ما في منها، مو موجودة. يا عمي الله يخلي لك شبابك، قد ما بدك بدفع اذا بتريد. يعني اتأخرت بالفليحة وخايف ما لحق موسم البذار يا عمي. مشكلتك مو مشكلتي. بس قالولنا انه تراكتور مكفول لسنتين. القول شي والواقع شي تاني. يعني ما في رباط على كلامك؟ هلا بلا طولة لسان وخلينا نسبب الله يرضى عليك. ها لا حول ولا قوة الا بالله. طيب امتين يعني بتجيبوا هالقطعة هذه؟ غب لك 10 أيام وبعدين رجعنا. شو 10 أيام؟ مضطر تطير؟ الله يخلي لك ولادك. ولك يا عمي بالعربي الفصيح عم اقول لك ما في، ما في، مفقودة. روح دبر حالك. شلون بدي دبر حالك؟ جيبها من بيروت، من عمان، من أي محل إذا كنت مستعجل. وقديش بيطلع حقها؟ 6,000 ليرة. 6,000 ليرة؟ ثمن هالقطعة الصغيرة؟ ولك أبوس عينك يا أبو عيشلي، لا بدك قطعة تبديلية ولا محرك تعطل ولا بطارية خربت ولا ضراب الصخر. يا بي طول بالك، الله يخليك، طول بالك. يعني ما خربت الدنيا؟ ولك شلون ما خربت الدنيا؟ يخرب ديارك انت الثاني. يعني معقول تراكتور قد الجبل واقف بنص الحقل ولسه بعده جديد؟ العمى شلون صارت هذي؟ تشرشحنا بالضيعة، تشرشحنا، اتبهدلنا قدام الخلق والعالم. ولا يهمك يا بي ولا يهمك. خلاص أنا مستعد هلا أنزل على بيروت وأرجع أفرد نهار. بس هنيك أغلب 2,000 ليرة. ها تروح على بيروت؟ يعني بدك إياني
ادفع 8000 ليرة حق شقفة هالحديدة. إيه الله يذكرك بالخير يا أبو عجلي. كم شت ابن منحطها بهثمك وبعدها بتزحزح الجبل من مكانه وبتفك حجارته فك. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا، تفضل. أبو فارس تطبيخه موجود؟ لا والله مو هون بالأرض، ليش شو بتريد منه؟ في عنده إنذار بالدفع. الله يدفع البلا، دفع شو؟ جوزك بتأخر عن دفع قسط التراكتور للبنك. أيوة أيوة فهمت عليك، بس أنت سيد العارفين المواسم مضروبة والتراكتور تعطل معنا، والله وكيلك اشترينا له قطعة ب8000 ورقة. بعرف يا أختي، أنا عبد مأمور، جوزك لازم يروح يدفع للبنك ولا منحجز له على التراكتور، وما على الرسول إلا البلاغ. وهي الإشعار، تفضلي. يلا السلام عليكم. شلون شايف الشغل يا أبي؟ وطي سك مليح حتى تغرز بالأرض. يا على عيني. شي؟ ليش وقفته يا فارس؟ ما وقفته، وقف لحاله. شلون وقف لحاله؟ ما بعرف. دوره من جديد، خلصني بقى. شو قصته؟ ما في لا من تمه ولا من كمه، ما عم يجاوب معي، ما في حراره على الاطلاق. انا اطلاق هذا دوره منيح، خلصني. شوفت عينا خلص. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. شو قصتنا؟ طول بالك يا ابي، طول بالك، لا تضوم. لحظه يا سيدي، بجوز الطرمبه تبع المازوت محروقه. ثواني. ولك ما حلوا لسه، ما حلوا لسه، يتعطل او ينضرب على قلبه. طرمبة المازوت ما فيها شيء يا بي، غريبة، والزيت كمان مو ناقص ولا نقطة، لأنه أحياناً يا بي الزيت. لك يلا عن أخت الزيت، على أخت السمنة، عم قل لك جديد بعده جديد. يا بي ما في غير ربعت ورا المهندس يحيى لحتى يجي يفحصه، لأنه أنا بصراحة يعني ما بفهم بتراكتورات. يعني أنا يلي بفهم. يا بي طول بالك، الله يخليك، الشغلة بدها رواق. أنت هلأ ادعي لربك أنه تكون شغلته بسيطة وبعدين كل شيء بيهون. ولك معقولي يا فارس؟ معقولي تراكتور قد الدب يوقف بنص الحقل مثل فزاعة الطيور؟ ايه الله يذكرك بالخير يا ابو عجلي. يعني لو كان مربوط بشجرة هالجوز الكبيرة بيسحبها سحب، بيقلعها من شرشها قلع، بكلمة هش بيوقف مطرحه مثل المسمار، مثل الجندي الألماني. يا ابي الله يخليك، هدي حالك، كل شيء له حل، يعني بيجوز الشغلة كلها يعني هيك مكثف صغير. لك يقصف عمري قصف ساعة ما اشتريت هالبلية، ويا شماتك فيي يا ابو عجلي. شو جابك يا ابو فارس؟ باين راجع بكير. لك اخي ام فارس، قالوا للحمار، قالوا له ليش انت حمار؟ قالوا ما عم يصح لي صير بني ادم. خير شبك؟ ليش هيك عم تحكي؟ اخ بقول الاخ يا ام فارس وبيطلع من صدري كبتيل شحار ودعابيل غبره. خير عمي ليش؟ صحي وين فارس؟ روح يجيب المهندس حتى يصلح التراكتور. يوه ليش شو بالتراكتور؟ بوطس بارض وبوطسي مثل الخنفسه الميته او الزلحفه الفطسانه. شو عم بتقول؟ إيه الله يسامحني يا ابو عجلي، شلون طردتك من الحقل؟
كأني عم بطرب تايس أو بغل. ناس خابين البيت لك. أي 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 شباك هنا. ها مين معك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شو بدك انت ثاني كمان؟ اي معي انذار مش هيك قصة البن. انذار يا حبيبي، وجاء عزيز كتابكم في ألعن الأوقات. شو يا مهندس يحيى، بين معك شيء؟ والله يا فارس المسنن مكسور. مكسور؟ كسر مضاعف بالظاهر، وقعت بقلبه قطعة معدنية وهي اللي تسببت بكسره. هلا يعني منقدر نصلحه؟ لا والله، بدكم تشتروا واحد جديد. بس ما حلو ينكسر لسه. بالظاهر حملتوه فوق طاقته. إيه ما حملنا شيء، عم نفلح عليه مثل العادة. بقى شو صار له على غفلة؟ أخي هاي المسننات مثل البسكوت، كان لازم تعملوا جهدكم وتداروها. طيب غالي يعني ها؟ يعني حوالي 90,000 ليرة. شو عم تقول؟ هذا ب90,000؟ طبعاً، لأنه هذا المسنن هو اللي بيوزع الحركة على كل الترابيع. طيب أمرنا لله، متوفر يعني؟ والله ما بعرف، بدكم تسألوا. على كل حال بس تلاقوا مسنن أنا بالخدمة. يلا السلام. لحظة، شو السلام؟ هاي الكركبة مين بده يرجع يركبها؟ مو محرزة، بكرة أجيب المسنن وأنا بركبهم كلهم فرد مرة. سلام. عم أقول لك مسننات ما في عمي، عم تفهم عربي؟ طيب، أي متين بيصير فيه؟ حسب ما تيجي الطلبية. وبتطول الطلبية يا ترى؟ يعني شهرين ثلاثة، الله العليم. لا لا تقولها، بدنا نلحق المواسم دخيلك. لك أخي هاي مشكلتك مو مشكلتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا أنت ليش موهوم كل هالقد؟ شف لك شي واحد رايح على ألمانيا وصي يجيب لك هالقطعة معه. من ألمانيا؟ مو أحسن ما تتعطل؟ ألمانيا؟ قال شو؟ من ألمانيا. معلوم ألمانيا مربط خيلنا ولا شو بدك تعمل هلا؟ شو بدي أعمل يعني؟ بدي بيع شقفة أرض حتى أشتري المسنن. بس ما فيك تبيع الأرض عمي. قال البنك بيشتري. إيه معلش معلش شبي معلش، يعني الدونمين أرض مو مشكلة، أرضنا كبيرة تتحمل. بس عملوا حسابكم إنه تكون هي أول وآخر مرة، ها مو تعملوها شغلتكم. ولا يهمك، خلص بإذن الله كل شيء راح يتعوض. شو بدنا؟ راح يتعوض؟ إيه؟ مبروك يا فارس، ايمتى صلحتوا التراكتور؟ الجمعة الماضية. وانتو شلون تراكتوركم؟ اخذناه على الصيانة وما عم نحسن نأمن قطع تبديل. ايه احلى شيء بالقطع من المانيا. معلوم يا عمي، اللي ما هو فلفل برش على المخلوطة. قولتك. سلام. شو صار؟ كأنه شي انكسر. لا لا تقولي، يمكن فرتق شاط المروحة. بس أكيد هداك الرجال صابه بالعين، فظاع عين الناس شو ضيقة. والله مو شغلة إشاط يا زينب. لكان شو؟ ما هي شغلته كبيرة. ولك يخرب ديارك يا فارس، يخرب ديارك. مين سمح لك تتفتل على تراكتور بالضيعة؟ أنتو هالمغضوبة مين؟ صدقني صدقني يا عمي فارس، ما عمل له شي، ما شفنا لك إلا التراكتور واقف لحاله بدون ما حدا يقارشه. هسولي على نصك أنت ولا حرف، فهمت؟ لك يا بني آدم، صر دافع على هالتراكتور، دم قلبي وما استفدت منه بقشي. المواسم هربت مني، ديون البنك ذبحتني، الأرض بعت نصفها، بقى شو قصة هالتراكتور؟ فهموني حتى أفهم. قال شو؟ يوم بينقطع القشاط، يوم بينكسر المسنن، يوم بتتعطل كهربته وبيحمم وتوره وبتخرب ترابيعه. يا بيطول بالك، الله يخليك، كل اللي عندهم التراكتورات هيك عم بيصير معهم. العمش على هالحالي، العمش مشكل عمش. لا شو بيقلي ابنك؟ نحن بالقرن العشرين،
حشات الذكر قرن الثور بوعجلي بيسوى القرن العشرين كله. يا أبي التراكتورات حظوظ وبالظهر يعني طلع حظنا عاطي. قال حفوظ قال أشو هو شروة بالطايخ؟ العمى أحليين أصفى بلا أرض وبلا تراكتور كمان. هي لو تنحل مشكلة القطع التبديلية كان كل شي بصير ميسرها. والله وصرتي تفهمي بالقطع التبديلية يا أم فارس؟ أنا شو بعرفني هيك سمعت فارس عم بيقول لك. بس بدي أفهم إنه شلون هايك أبي درسوش قصة القطع التبديلية قبل ما يصنعوا تراكتورات؟ أبي يشتروا سيارات ما فيش قطع، أبي يصنعوا مراويح ما فيش قطع، تلفزيونات ما فيش شاشات، ضراب الصخن ما فيش قطع، بيفتحوا شارع بيتفاجئوا يعني قال انه هالشارع بده مجارير بده مصاريف بعمروا ضاحية بعمروها قال بيتفاجئوا يعني انه ما فيش بالمنطقة كلها مي تكفي السكان، بيفتتحوا اكتتاب للسيارات بيتفاجئوا قال يعني انه ما فيش عملة صعبة عند الدولة. بس وينه العملة صعبة بتنخلق خلقة لما بدهن شبح أو نملة أو حتى قطع تبديلية لمعامل المسؤولين. أيقطع عمري لأخلص من هالورطة يلي ورطني فيها يا فارس. وكل الله يا أبو فارس وكل الله وحاجة تعصب ما بيسوى مشانك. قولك يا أم فارس أنا مالي مجبور جيب قطعة من لبنان وقطعة من عمان وقطعة من أراضي الجان. لا وقال شو تراكتور مصنوع من حديد وهو مثل البسكوت قسما بالله مثل البسكوت يعني لو جحت يا ام فارس بقرمش رفريفه بسناني. يا ام فارس ارض الحقل بدال ما تكون مبذوره بالحب صار بذرها عزقات وصامولات ورندلات وبراغي وجنازير وقضبان معدنيه. وكيف ما ندرت يا فارس كيف ما ندرت بتلاقي بقع زيت وكبتين شحم وهالتراكتور الملعون مرمي بالنص مثل جيفة البغل. صحيح بس لا تنسى انه ابو عجلة كان يزبل ويبعر كتير. صحيح بس زبلو يسلم لزبلو وبعرو يا محلى بعرو كله سماد للأرض يعني مفيد. بس هالزيت المحروق حرق أخت الأرض يا أم فارس لأكثر من مترين تحت التراب. السلام عليكم. شو بدك أنت الثاني؟ مش هاد قصة البنك تأخرت كتير بهالشهر. ولا يهمك بكرة راح بيع الأرض وسدد ديوني للبنك. مليح هيك؟ عجبك انت الثاني كمان؟ مش الحال؟ الحمد لله يا ابو فارس خلصنا. خلصت؟ يعني كل شيء تمام؟ على مسؤوليتي دراع الحركه كان عطلان بس بعد ما ركبنا له واحد جديد صار اوبا. طلع فارس طلع جميل. مبروك يا ابو فارس هذا ولا بعشر سنين بتحتاج تركب القطعة. السلام عليكم. وعليكم السلام والاكرام يا خيي. فارس شلون شفته؟ مثل الحلاوة. تعال يا بيكا تعال شربوا. يلا يلا لا تكون زايرته. زايرته؟ لا زايرته ولا زايرني. إذا كان شو عملت له؟ هلا كان ماشي مثل العسل. ليكون من الكربيراتو. من الكربيراتو؟ ما بعرف يعني هيك بده يكون السبب. هيك لكان. أبدي إلعن أخت تراكتور على أخت الكربيراتور على أخت الموتور. أنا فرجيك أنا. يا ابني وين رايح؟ يا ابني ارجع ارجع. يمكن شغلته بسيطة. Thank you.
هلا بشوفكم شو راح اسوي. ام فارس ام فارس ام فارس. سيبك سيبك، ليش عم تعيط؟ خير؟ المهدي وينه؟ المهدي الكبير وينه؟ المهدي؟ شو القصة يا ابو فارس؟ غلت لي قلبي. هاتوا المهدي الكبير قبل ما طربق الدنيا فوق راسكن. وينه؟ خير عمي شو في؟ المهدي وينه؟ بلاقي بس امشي امشي انت وياها قدام الشوف. امشي نمشي بنمشي بس لوين؟ امشي انت وياها. طيب نمشي زلمه، امشي قبل ما طربق الدنيا فوق راسكن. يا طيب يا ابو فارس طيب. امشي امشي وعي طيب طيب يا ابو فارس فهمني بس، ليش جايبني لهون؟ فهمني. شوفي يا ام فارس، كلمتين مختصرين، يا اما بتشغلوا لي هتراكتور يا اما قسما عظما بحط النير على رقبتك اولا وعلى رقبه ابنك ثانيا وعلى رقبه كنتك هي المفعوصه ثالثا وبفلح عليكم. فهمتوا؟ أمنتوا بالله على هالنهار؟ شو صاير لك يا أبو فارس؟ مثل ما عم قلك، هلق هلق ما تكون شغلوا لي. وشو بفهمنا لحنا بالتركتور؟ هلق بطلتوا تفهموا؟ مش أنتوا كنتوا تقولوا لي نحنا بالقرن العشرين، بالقرن الصناعي، بالقرن الحديدي، مش بالقرن الحشري؟ مش أنتوا ظليتوا تزنوا بوثاني حتى اشتريه؟ وشو كانت النتيجة دخليك؟ بعد ما اشتريته أرضي صارت ملك للبنك، بعتها حتى وفي القصوطة ثوري بعته، وكل هالشي مشان الصناعة الوطنية العظيمة. بقى شغلوا لي اياه، شغلوا لي اياه قبل ما يطلع جناني عليكم. ها اطلعي انت ولي انت هي اطلعي شغلي لي اياه. لحكي لك يا ام فارس. يو شو بفهمني انا بهالشغلة؟ لكان اطلعي انت ولي. ايش عمي عم تمزح معي؟ طيب ما حدا بده يشغله؟ بسيطة أنا بشغله وراح تشوفوا شلون. شو بدي اعمل؟ شو بدي لك؟ روح شوف ابوك لك فارس. فارس حسين خذي يا سنين التقدم، خذي يا سنين القرن العشرين، اترك بالك خذ يا تقدم. عمي دوري بالك يا حضارة. لك دوري بالك، اتركك اترك دوري في بعض ضربي. خلوني اضربك. خذي يا قطع تبديلية، يا قطع تبديلية. يا ابو فارس ولد، يا ابو فارس ولد، يا ابو فارس. تعال واجلي كان بده يشتغل هالتراكتور بطل يشتغل على هالقتلة. اجا عمي. تعال يا ابو عشلي، تعال يا ابو عشلي، انت معلم الكل. تعال يا حبيبي، تعال تعال تعال، جاي قرب جاي قرب جاي. شو يا ابي شو بدك تساوي؟ بدي اخذ هالجيفة من حقله. لوين بدك تاخده يا ابو فارس؟ لوين يعني؟ على معرض دمشق الدولة؟ على المزبلة؟ ابو عشلي صحيح انك ثور، بس قسما انت عندي افضل من الف تراكتور. Thank you.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج اليومي حرب الألفية الجديدة. وفي هذه الحلقة يسرني أن أستضيف أنا خير السفلوح الدكتور نعسان الشاطر، الخبير في الشؤون الاستراتيجية ومؤلف كتاب صدام الحضارات وكتاب نهاية العالم وكتاب انفجار كوكب الأرض، ومعنا أيضا الباحث لطفي الباشا المتخصص في شؤون الإرهاب والجماعات المسلحة والتنظيمات السرية. ويسرنا أن نستضيف أيضا الخبير الديموغرافي نصير جاد الحق، وهو أيضا خبير متخصص في الأصول العرقية الأفغانية ومن أهم الباحثين في أصول قبائل البشتون. ومعنا أيضا عبر الأقمار الصناعية من نيويورك الأدميرال المتقاعد جون روبينز، وهو متخصص في مجال الصواريخ البعيدة المدى والقنابل الذكية. ويمكن للسادة المشاهدين المشاركة في هذه الحلقة عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، وستظهر هذه الأرقام لاحقا على الشاشة. الآن حان وقت الفاصل الإعلاني القصير، فإلى فاصل إعلاني قصير، فابقوا معنا. نصوح قلبه من شان الله، قلبه وخلصني. طيب خلينا نشوف شو رح يحكوا بالأول. لك شو بدهم يحكوا شي جديد يعني؟ نفخوا قلبنا بهالحكي نفسه. ولك مشكلتك انك ما بتتعاطي بالسياسة منوب، وهالشي عم بضايقني منك كثير. ها كثير عم بتضايق يا سيدي، اتعاطى فيها لحالك لما بكون انا مالي موجودة. تكرمي وهي قلبت لك القناة. سيداتي سادتي، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإرهاب بين السائل والمجاب او المجيب، وسنحاول في هذه الحلقة تسليط الضوء على مفهوم الإرهاب وما يخلفه من انعكاسات وما يسببه من ارتكاسات، وذلك من خلال لقاءات منوعة مع عدد من المحللين السياسيين وكبار الصحفيين في الوطن العربي والعالم. أعزائي المشاهدين، يسعدنا أن نقدم لكم الآن الفيلم العربي الإرهاب والكباب، نرجو لكم معه أمتع الأوقات. لك مو مبارح حطوه هذا الفيلم؟ مبلا، صرنا شايفينه أكثر من 10 مرات، رح يطلع من مناخيرنا. لماذا لا يتفق العالم على تعريف مفهوم الإرهاب؟ وهل يمكن أن يفرق بين الإرهاب وبين الحق المشروع بالدفاع عن النفس إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ أم أن كل من سيحمل السلاح سيصبح إرهابيا حيث لا مجال وقتها لقولتي يا أمي ارحميني؟ هل ستتخذ الولايات المتحدة أحداث 11 سبتمبر ذريعة لتصفية حساباتها القديمة مع كل معارضيها إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ أم أن هذه الضربة ستدعو أمريكا لإعادة حساباتها من جديد إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ ومن هي الدول التي ستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على لائحة الإرهاب إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ أو بتعبير آخر، من هي الدول الداعية أو المساندة أو المحتضنة أو المؤيدة أو الداعمة للإرهاب إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ وهل ستصدر قائمة شديدة بأسماء الدول والمنظمات الشامدة بأمريكا والتي تنادي بمبدأ إن شفت الأعمى طبوا مالك أكرم ربه؟ للإجابة على كل هذه التساؤلات تابعوا معنا برنامج الانتفاع المشاكس، ويمكن للسادة المشاهدين أن يراسلونا عبر الانترنت إلى العنوان التالي www.الحصيرة.com. نترككم الآن مع المطرب بوري شمعون وأغنيته إرهابي أنا فخشيني ويل إذا عرضتيني. أنا فايتة نام، تصبح على خير. هلا وقت النوم انت الثانيه، شبكي لسه سهره باولها. لك دخيلك دخيلك انت وسهره ممتده، تصبح على خير. وانت من اهله. احسن شي فوت نام انا الثاني، رح يطلع الارهاب من مناخيرنا. بتعرفي هبه انه امبارح طلبت من جوزي انه يجي دش ثاني على البيت؟ اوف، وليش الدش الثاني انت الثاني؟ يا ستي مشان اتفرج على البرامج اللي بدي اياها. لأنه حضرته عن قال لي الأخبار والتحليلات السياسية، وأنا بصراحة ما بطيق شيء اسمه أخبار. مثل جوزي فرد شكل. الله وكيلك، لا عدنا شفنا مسلسل مثل العالم والناس، ولا حتى غنية بالقلب، لك ولا برنامج نتسلى فيه، لأنه الأفندي بمجرد ما يفوت على البيت بيحط لي راسه براس الأخبار وبينجز، ويعمل ترى نازل تقليب بقى بهالريموت كنترول، مع إنه بالقبل ما كان هيك. لكن كيف كان؟
يا ستي قبل احداث 11 سبتمبر ما كان يطيق الاخبار، يعني يا دوب كان باليوم يشوف له نشره نشرتين، بس بعد الاحداث صار مهووس بالاخبار. لك تقولي مفجوع اخبار مو هيك؟ مثل جوزي بفرد شكل. انا جوزي قبل احداث 11 سبتمبر ما كان يستنظف يفتح جريده، اما هلا المسكين بعد الاحداث عيونه ما مقت من كتر القرايه. ايه هسه الله هديك الايام الحقيني على الصالون لاحكي لك الحقيني. يا ستي قبل 11 سبتمبر يعني كان جوزي ياخذ ويعطي، يضحك ويمزح على طول وش بشوش والضحكه ما بتفارق، بس بعد الاحداث يا حسرتي الله وكيلك صار وشه ناشف مثل القريص وما بيضحك للضيف الصغر. لك تقولي حامل هموم العالم كله ياتها فوق راسه. يا ستي انا حالتي مو انظم من حالتك، انا جوزي قبل احداث 11 سبتمبر كان يغازلني على الفوته والطلعه وعلى قولت شو الفستان الحلو وشو هالمكياج المزوي ويسلم لي هالوش الرايق وتقبريني وتكفنيني وتسلميني من هالكلام هذا كله. اما بعد الاحداث تقولي خرس مو هيك؟ عم اقول لك سكت فرد سكته لا من تمه ولا من كمه، وصار بده كماشه لحتى تسحبي الكلام من تمه. انا جوزي قبل 11 سبتمبر كان روح قلب الروحات والجيات والسيارين والمشاوير والسهرات، اما بعد 11 سبتمبر لك تعدمي اذا بيقول لي امشي لحتى اخذك مشوار. يا ستي انا جوزي قبل احداث 11 سبتمبر كان كريم وما يسال عن القرش وين انصرف ولا شو انصرف، اما هلا بعد الاحداث مسك ايده فرد مسكه وصار اذا بده يشتري يعني عدم له اخذ نكشت اسنان يحسب الف حساب. انا جوزي قبل 11 سبتمبر كان ما يفوت على البيت الا وحاملي بايده شي غلط، اما بعد 11 سبتمبر لك صار اذا يفوت وحامل بايده شي بيكون جريده. هلا شو بدي اقول لك هبا، يا ترى هالاحداث لحست عقول رجالنا بس ولا كل الرجال صاروا هي؟ لا والله يا سميه مو بس رجالنا، بتعرفي لكل الدنيا تغيرت. هلا خلينا نغير هذا الموضوع نحكي بموضوع تاني بيكون احسن، لانه هذا الموضوع صار بيقمطني قلبي منه. شو رايك بكره نعمل صبحيه عن صبحيه؟ اوف وليش عن صبحيه بالذات؟ لا يعني إن زمان ما عملنا صبحيه عندها مو حلوه، بعدين بتعتب علينا. لا اطمني روحي ما رح تعتب. ليش بقى؟ انت شو عرفك؟ لانه صبحيه من بعد احداث 11 سبتمبر قررت ما تشارك ولا صبحيه لا عندها ولا عند غيرها. وشو دخل الاحداث بالصبحيات؟ صبحيه عم تقول بما انه بدت اولى حروب القرن فلازم نحن يعني نتقشف شوي وما نمارس اي نشاط ترفيهي من هون لحتى تخلص الحرب. ها ودخلك بقى يعني امتى رح تخلص الحرب؟ الست صبحيه ما تنبأت بهالشيء. يا حبيبي وصلت والله ما بقي غير صبحيه تتنبأ لنا. ليش وقفت الشغل على صبحيه؟ يا الله وكيلك كل الخلق والعالم عم يناقشوا ويحللوا ويتنبؤوا، كله صار سياسي ما شاء الله. وكان من جهه اخرى تعرضت الحكومه ايضا شو؟ لنقد شديد. لامتى بدك تضل تقلب بهالمحطات؟ لامتى يعني حتى اجتمع بشي نشره اخبار؟ لسه بقي لي نشره الاخبار. لك شو قصتك انت؟ ما بدك تفهمني شو قصتك؟ انا قصه ما قصتك مع الاخبار يعني حرام اذا عرفنا شو عم يصير بالعالم. انا ما عم اقول لك لا تعرف شو عم بيصير بالعالم، بس حضرتك صرت شايف 7 نشرات اخبار وكلياتهم مثل بعضهم. لا لا ابدا لا تغلطي يا هبه، شو كلها مثل بعضها؟ كل محطه لها استراتيجيه خاصه بصياغه الخبر ولها راي ومنطلق وتحليل وتفسير يختلف تماما عن بقيه المحطات. يعني خدي مثال، في محطه بتقول اعلن شارون رئيس وزراء اسرائيل، ومحطه ثانيه بتقول اعلن المجرم شارون رئيس الكيان الصهيوني. خلاص خلاص حبيبي فهمناها هالدرس والله حفظته. هلا انت على ايش بدك تتفرجي؟ انا بدي اتفرج على برنامج المنوعات هذا تبع قولي علينا قولي علينا على المنوعات والمسابقات. لك العمى على الحاله كل المحطات صارت تسابق بعضها بالجوائز والفقش والرقص على الطاولات والطرق والزفق واللعي والبربره اللي ما لها طعمه. بقى احسن شيء وحط راسي ونام، تفضلي قلبي على كيفك. فعلا حبيبي هذا احسن شيء. خليك
قلت لي أمجاد كيف الشغل بالأيام؟ ماشي بتصعب على حاله، شو بده يصير فيه يعني؟ ولأمتى بضل الوضع على حاله؟ حتى رب العالمين يسمح. ما بيصير الحكي يا أمجاد، لازم تتحرك. شو تتحرك يعني؟ شو بدي أعمل؟ لك أعمل أي شيء يا أخي. مو معقول تقضي حياتك الوظيفية كلها وأنت معاون مدير، لازم تستلم مدير كم سنة زمان قبل ما تطلع تقاعد. هي معك حق فيها، بس المصيبة إنه هذا المدير الحالي مدبق بهالكرسي بفرد تدبيقة وما عم يتزحزح عنه. لوك إذا حكمته سفرة لبرا بيشحن الكرسي معه بالطيارة، بخاف يرجع وما يلاقي حدا قاعد له عليه. مثل ما بتعرف وضع مديرنا ممتاز مع المسؤولين فوق، يعني بصراحة إذا أنا ما زحته من محله أو طيرته وعملت لي شي فرتيني عليه ما راح يتلك الكرسي، ما راح استلم أنا محله قبل ما يطلع التقاعد، هيك حاسس. طيب ما تزيحوا عن طريقك، شو مستنين؟ خليها لله أحسن شي. بتصدق يا سعيد إني ما خليت طريقة تعتب علي إلا جربت حتى أخلص منه وزيحه من طريقي، بس عباس ما في نتيجة. يعني بالمختصر ما في شغلة عملتها فيه إلا وانعكست ضدي. مثل شو يعني؟ شو عملت معه؟ عم أقلك ما خليت شي، ابتداء من طق البراغي لسلخ التقارير وانتهاء بالمؤامرات والدسائس، بس عباس ما في نتيجة. كل تعبي بهالسنتين زمان راح بوش. يعني لم يمكن تسلخوا تقارير؟ يا سيدي كتبت فيه تقرير شي كان وشي ما كان لدائرة الرقابة والتفتيش، وتقرير تاني ألعن وأدق رقبة لمكتب الوزير، وتقرير ثالث أضرب من اللي قبله لمجلس الوزراء. إيه؟ يعني كل هالتقارير ما جابت نتيجة؟ أبداً، ولا كأني ساويت شي. كل ما هنالك إنه هالتقارير كانت تعمل شوية شوشرة ولا أكثر من هيك. طيب وليش ما رفعت فيه تقرير للجهات الأمنية؟ ومين قال لك إني ما عملتها؟ قسما بالله ما خليت فرع أمن يعتب علي، يلي دخلوا يلي ما دخلوا. كل الفروعة وصلتها تقارير مني عن مديرنا ممارساته، ورغم هيك ما استفدت شي. كل هالتقارير هي كانت حبر على ورق مثل قلتها. العمى بقلبه العمى. طيب ما يزوق على دمه ويطلع لبيته لحاله؟ لك كل سنة بده يقدم تمديد خدمة، فعلا صار لازم يستحي على دمه ويترك الفرصة لغيره وحاجته بقى. لك حبيبي مع مين عم تحكي انت؟ جناب مثل الطناب الله وكيلك. ايه سيدي انا لقيت لك الحل. بالله اسعفني فيك كيلك. ما في غير تقدحوا تقرير مرتب من كعب الدست وترفعه لجهات عالية كتير. ما قلنا لك كتبنا لجهات عالية كتير وما استفدنا؟ بعدين مين قصدك يعني؟ مين؟ اللي انا بقصد الجهات برا مو الجهات المحلية. شو يعني؟ ما فهمت عليك. ولا يهمك راح فهمك. بهالايام هي درجة كتير موضة الإرهاب، يعني فيك تقول إنه العالم كله والكرة الأرضية والقارات الخمسة ما لا شغلة ولا عملة إلا قصة الإرهاب. بقى ما في قدامك غير تقول له برغي برا وتتهمه إنه إرهابي. ليش كمان برا؟ صار في طق براغي؟ إيه بعد أحداث 11 أيلول صار فيه شيء. طيب شو بيضمن لك إنه رح يصدقوا يلي رح أكتبه بالتقرير؟ طالما الحديدة حامية رح يصدقوا كل شيء، بعدين احنا ما رح نكتب شيء كذب. روقنا سعيد، يعني شلون بدك تتهموا للزلمة بالإرهاب بدون ما تكذب؟ لحنا رح نحكي عن الإرهاب من زوايا تانية لحتى ما نضره للزلمة. طيب شو هي هي الزوايا التانية؟ أخي أنت مالك سمعان بشيء اسمه إرهاب اقتصادي، إرهاب نفسي، إرهاب إعلامي، إرهاب اجتماعي؟ بلا بلا سمعان طبعا. عظيم، بدنا نحكي ضمن الحدود هاي. طيب لمين بدنا نبعث التقرير؟ فهمني. انت تروك الشغلة هاي علي وانا رح اطبخ لك اياها على نار هادية لحتى تستوي منيح. اذا كان هيك ماشي الحال طبخها، بس اوعك تشوطها. تحياتي استاذ. أهلين لما خير؟ أستاذ هالرسالة إجتكم بالبريد. يسلموا دياتك، من وين يا ترى؟ أستاذ أنا ما عرفت أقراها بالأجنبي، بس ساعي البريد قال لي إنها من بهاما. بهاما؟ مين بده يبعث لي مكتوب من بهاما؟ أستاذ مالكن قريبين هنيك؟ لا أبدا، ما لي حدا هنيك، لا والمكتوب جاي باسمي شخصيا. فعلا شغلة غريبة. طيب شو رح تعمل أستاذ؟ شو رح أعمل يعني؟ رح أفتحه وشوف شو قصته. اوعك استاذ اوعك تفتحه. ليش بقى؟ يعني ليوم يطلع فيه جمرة خبيثة.
الجمرة الخبيثة، الجمرة الخبيثة بتهرب مني إذا شافتني. نعم شو ها؟ خير أستاذ، شوفي لقيتوا جمرة خبيثة؟ أنو جمرة خبيثة هاي؟ شي ألعن من الجمرة الخبيثة بكتير. ما فهمت عليك، استدعاء لوين؟ على محكمة الإرهاب الدولية ببهاما. هلا أنت عم تمزح ولا عم تحكي عن جد؟ لك ليش هالشغلات فيها مزح أنت الثانية إيه؟ لك وليش لحتى يستدعوك أنت بالذات؟ فهمني بقى. والله ما بعرف، ما بعرف شو بيعرفني، شغلة بتحط العقل بالكف. نصوح حبيبي افهم علي، ليكون في شي غلط، يعني مخربطين باسم حدا تاني، مشتبهين باسم حدا تاني. لا لا، الاستدعاء إلي بالذات، لأنهم كاتبين اسمي الرباعي مع اسم الأم والجد والست وكل بياناتي الشخصية. لا ما على هالقصة، ومنين جابوا كل هالمعلومات عنك؟ يبقى حاج تسأليني مشان الله، لأني أنا التاني مثلي مثلك، ماني فهمان شي، مثل الأطرش بالزفة. هلا طول بالك شوي نصوح، لا تطول وتقصر. أيوة بعدين أنا بصراحة من حقي أعرف، يا حبيبي محلان يكون متجوزة واحد إرهابي ومالي عرفانة. شو عم تقولي؟ أنا إرهابي؟ هلا هذا اللي طلع معي؟ لك عم امزح معك شبك. ليش هيك انت بتلقى مزح؟ مزح؟ بالفعل انك انت ما بتعرفي تختاري الوقت المناسب للمزح، لك معقولة انت معقولة؟ جوزك مطلوب لمحكمة الإرهاب الدولية، وانت قاعدة عم تنكتي وتمزحي؟ خلاص حبيبي، آسفة أنا، بس والله هيك حبيت خفف عنك شوي، شفتك كتير متوتر. طبعا بدي اتوتر، يعني ما كان ناقصني الا اني اطلع ارهابي على اخر هالزمان. لك العمى يعميهم عمي، كل شيء حطيته بحسابي الا اني اطلع ارهابي. خلص حبيبي لا تحمل كتير المساله، طنش ولا تروح، وان شاء الله بينباعوا بالعزا كلياتهم. شلون بدي طنش انت تانية؟ اذا طنشت بيطلبوني رسميا عن طريق السلطات المحليه، وغير هيك يمكن تثبت علي التهمه وينزلوا اسمي على لائحه الارهاب رسمي. يعني بدك تروح؟ ما بعرف، محتار والله محيرني، بدي شوف الأول شو رأي المسؤولين عنا. مرحبا أبو المجيد. أهلين وسهلين يا هلا. يا سيدي طمني شو الأخبار؟ هد يا سيدي، إجا استدعاء رسمي للمحكمة تبع بهاما. حلو، معناتها نجحت الخطة. بجوز، بس يا أبو سعود أنا خايف، والله خايف وحاطت إيدي على قلبي. إيه والله. وليش تتخاف؟ خايف ينكشف أمرنا بالآخير. قوي قلبك شوي ولا تخاف، إذا الله راد أمورنا ماشية بالسليم. إيه سيدي، إمتى مسافر صاحبنا؟ ما قدرت أعرف، لأنه في تكتم كبير على الموضوع. إيه سيدي، يتكتم ليشبع، بكرة بيدوب التلج وبيبان المرج. شوف يا أخ نصور، نحن الحقيقة باعتبارنا الجهة الأمنية المختصة عرفنا بأمر استدعائك اللي تم، ولذلك أجرينا اتصالاتنا بالمحكمة الدولية لحتى نستفسر منهم شوي على الموضوع. وإن شاء الله عرفتوا شي سيدنا؟ اللي عرفناه أنه مطلوب منك المسؤول أمام المحكمة لمواجهتك بتهم موجهة ضدك تتعلق بالإرهاب. تهم ضدي أنا؟ وشو هالتهم يا سيدي؟ ما هذا الشيء اللي إحنا حابين نعرفه منك. كيف يعني؟ يعني لابد ما يكون عندك فكرة عن الموضوع، لأنه الجماعة مو معقول يتبلوك هيك بدون مبرر، أو يستدعوك على البهامز مشان تعمل سياحة. بس أنا يا سيدي ما عندي أي فكرة عن الموضوع، ما عندي فكرة منوب، وبصراحة ما كنت متخيل لحظة واحدة بحياتي إنه يصير معي هيك شيء. فعلا شغلة غريبة. تفضل تفضل عود. قلي هلا أنت إلك شي قرايبين إلهم علاقة بالمنظمات الإرهابية؟ ابدا يا سيدي ابدا، مالي قرايبين من هالنمره منوب، واذا كان لا سمح الله بيقربوني بتبرى منهم. متاكد من هالشيء؟ طبعا سيدي متاكد، ما بدها اثنين يحكوا فيها المساله. طيب انت لك علاقه بشي مؤسسات خيريه او منظمات دينيه بتمارس نشاطها برا؟ نشاط سلمي طبعا. نهائيا سيدي، نهائيا، لا سلمي ولا حربي، لا اجتماعي ولا ديني ولا سياسي، ومالي علاقه بهالامور كلياتها. طيب عندك أصدقاء لهم أفكار متطرفة مثلا؟ لا لا سيدي إطلاقا. يا سيدي كل أصدقائي معتدلين، حبابين، مسالمين، يتمنون لغيرهم ما يتمنونه لأنفسهم. أقول لك سيدي، رفقاتي مثل السكرة، يعني بينمصوا تحت لسانك مص. طيب ربيت لحيتك شيء وانت شاب؟ بتاتا إطلاقا، كأنه الله بعدي اسمه خالقني أجرودي.
كيفك انت بامريكا؟ امريكا؟ من انو ناحية سيدي؟ من كل النواحي. يعني شو موقفك من امريكا؟ والله يا سيدي موقفي واضح مثل موقف كل البشر. يعني؟ يعني عندي مآخذ كثير على سياستها، وخاصة السياسة الخارجية تحديدا. وهالمآخذ هي كنت تصرح فيها قدام الناس؟ نعم يا سيدي، احيانا كنت تصرح فيها ما بيخلى الامر. طيب انت شمتت شيء او بين عليك انك فرحان وقت احداث 11 سبتمبر؟ لا وله، بالعكس يا سيدي، انمقتت كثير لما شفت الاحداث على التلفزيون. يا ترى بعيلتكم في شيء فرع او شرش بينفذ على قبائل البشتون؟ لا 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 ابدا، ما في شيء من هذا منوب يا سيدي. طيب يا ترى سافرت شيء على دوله من الدول اللي عم تسميهم امريكا اليوم دول المحور؟ لا 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 ابدا يا سيدي، لاني ما بعرف حدا هنيك. فعلا شغله غريبه. طيب منين لقولك هالتهمه؟ لانه بصراحه احنا عملنا تحريات كامله عنك وما لقينا بكبارتك اي شيء بتاتا. كبارتك نظيفه وناصعه مثل الفيلم. طيب يا سيدي والعمل هلا؟ انا برايي انك تروح انت بنفسك وتشوف شو القصه، ونحن رح نتابع الموضوع من هون اول باول، وما رح نتركك لحالك باي شكل. طيب واذا دقوا فيني هنيك وما خلوني ارجع؟ لا 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 طمن، ما بدقوا فيك، لانه اصلا انت اسمك مو نازل لا بلوائح الاف بي اي ولا السي اي اي ولا مكتب مكافحه الارهاب ولا حتى الانتربول. لذلك طمن بالك وتوكل على الله. بالمناسبه بعثوا لك تيكت طياره ولا نسفرك نحن؟ وضروري سافر يا سيدي؟ ايه طبعا طبعا لازم نبعتك، ولا بعدين بيقولوا عنا غير متعاونين. بقى شو قلت؟ نسافرك نحن؟ لا سيدي يسلموا دياتك، بعتوا لي كرت روح رجعة. اها عظيم كثير، معناتها في رجعة، ولا كانوا قطعوا لك روحها بس بلا رجعة؟ والله يا سيدي الله وحده اللي بيعلم اذا كان في رجعة ولا ما في. ولا يهمك يا نصوح، انت انسان شريف ومواطن صالح. الله يخليك. ونحن رضيانين عنك سلوكا وإدارة ومواطنة. بعدين يا اخي انت مالك اكل بلوط مر لحتى تجعت معدتك، فلذلك توكل على الله وروح، ونحن متابعينك. اللهم يا عالما بحالي وما يقول اليه مآلي، ارجعني بسلامه الى ربوع وطني الغالي واحضان عيالي يا رب. دعينا نرجع بسلامه سيدي. تحياتي. اهلي. بدك تطول ببهامه؟ شو بيعرفني؟ شو شايفتيني رايح اعمل سياحه هنيك؟ طيب ليش ما تاخذني معك؟ لوين؟ لوين يعني؟ على بهاما. وشو بدك تعملي هنيك؟ حبيبي بضل جنبك بتطمن عليك. لا معلش يا حبيبتي، بلالك هالشنطه. وانا بوعدك اني خبرك شو راح يصير معي اول باول، واذا ثبتت براءتي باذن الله تعالى بوعدك اني ابعث لك خبر مشان تلحقيني لهنيك. يا رب يا رب تثبت براءتك يا رب. شو الأخبار عندك؟ سافر صاحبنا على بهاما؟ إيه نعم، سافر بثلاث أيام. عظيم كتير، معناتها هلأ أنت عم تسرح وتمرح لحالك بالشركة؟ بالله، وليش لحتى أسرح وأمرح؟ لأنه أكيد كلفوك بإدارة الشركة بعد غياب المدير. لا والله يا صاحبي، ما حذرت، كلفوا واحد من الوزارة بتسيير أمور الشركة مؤقتاً. شو هالحكي؟ إيه نعم، هذا اللي صار. يعني ما استفدنا شيء من اللي عملناه؟ عمل لك يا سعيد اكلت كم بيسوى حياتي. لا وفوق كل هاد رحنا ورطنا الزلمه بقصه لا ناقه له فيها ولا جمال. فعلا كم مرتب، بس اسمح لي اقول لك يا امجاد. قول ما بزعل منك، قول. انت زلمه منحوس، يعني لو بتضل 100 سنه ما ممكن تصير مدير. مزبوط، انا بعمري ما راح اصير مدير، مو لاني منحوس لا. لكن شو السبب؟ قل لي امجاد. يمكن يكون السبب انه نيتي مو صافيه، ما في غير هيك. اعلن افتتاح الجلسه السريه. اسمك؟ مسعود المسعود. انت من وين؟ من الوطن العربي. انت متهم بانك حملت سلاح وحاربت ضد الولايات المتحده الامريكيه، ومتهم بانك تنظمت بتنظيمات محظوره عالميا، فشو بتقول حول هاي التهم؟ صحيح. يعني بتعترف؟ بعترف. طيب شو السبب اللي خلاك تعمل هيك؟ ما كان في خيار تاني. كيف يعني؟
ممكن توضح؟ إذا بتسمع عدالتكم أنا حابب أحكي. تفضل، بس باختصار لو سمحت. سيدي أنا من اللي بتسموهن بالإفغان العرب، يعني نحن من أكثر الناس المنبوذين على هالأرض. لا بلدي بده ياني، ولا في أي بلد في العالم بيستقبلني وبيحويني، يعني بيخافوا مني أكثر من الجمرة الخبيثة والإيدز. طيب أنت بالأساس ليش طلعت من بلدك؟ أنا ما طلعت من بلدي باختياري، هربت هريبة. كنت ناشط سياسي والسلطات المحلية عم تلاحقني وتتابعني، مشان هيك هربت. لقيت حالي بلا وطن، منفي في بلاد الله الواسعة، فقير، جوعان، عريان، ما معي حق كسرة خبز. مشان هيك التجأت لأفغانستان، وهنيك انخرطت بالمجتمع الأفغانستاني، وناضلت وقاتلت معهم بقضايا ما بتعنيني لا من قريب ولا من بعيد. حاربت بالأول الاتحاد السوفيتي، انغمست بالحرب الأهلية، ضليت هنيك لحتى صارت الأحداث الأخيرة. صار لي 20 سنة بحارب وسلاحي بإيدي وسارح بالجبال والبراري. ما سألت حالي ليش، لأني أكيد ما رح لقي أي جواب. بالنتيجة أنا طلعت الخاسر الوحيد بهالمعركة، لأني صرت برات المعادلة، صرت مطلوب لكل دول العالم. سيدي القاضي، يا ريت المحكمة ما تضيع وقتها نهائيا وتنطق بالحكم طالما المتهم اعترف. من حق المتهم يحكي اللي بده قبل الحكم. تفضل تابع. كنت أتمنى موت تحت القصف، بس الله سبحانه وتعالى مريد هالشي. لما كشفتني طيارة الأواكس متخبي بمغارة صغيرة بالجبل، أنا وثلاثة من رفقاتي بعتونا 6 طيارات F-16 و3 طيارات شبح وقاصفة B-52 وزدتوا علينا أكثر من 100 طن قنابل و4 صواريخ، وبالنتيجة ماتوا كل رفقاتي إلا أنا. شردت 4-5 أيام بالبراري حتى حاصرتني كتيبة مشات وجابوني لهون. طيب عندك شي تاني بدك تقوله؟ لا ما في شي. هدوء. باسم حملة يد العدالة وزراع الحرية، حكمت محكمة الإرهاب الدولية على المتهم مسعود المسعود بتحويله إلى معتقل غوانتانامو. القاضي، هذا الشخص الماسل أمامكم الآن من أخطر أنواع الإرهابيين. صحيح هو ما حمل سلاح ولا انتسب لمنظمات محظورة، بس الإرهاب يلي عم بيمارسه إرهاب هدام وخطير ولازم يتعاقب عليه. شو رأيك بالتهم اللي موجهة لك ممثل الادعاء؟ أنا تهم؟ لسه ما فهمت شي لحد هلأ. اشرح له التهم بالتفصيل يا ممثل الادعاء. حاضر سيد القاضي. وردتنا تقارير تخص المتهم عن ممارسات يمكن أن تصنف تحت بند الإرهاب، وطبعا نحن بوسائلنا الخاصة وتحرياتنا الدقيقة تأكدنا من صحة هذه التقارير. ممكن أعرف شو هي الممارسات؟ إذا سمحت يا متهم، بتحكي معي إلي؟ وأنا بوجه الحكي لممثل الادعاء. حاضر سيدي. مثل شو هاي الممارسات؟ رح قلكن مثل شو سيدي. المتهم اللي واقف قدامكن بيشغل منصب مدير عام لمؤسسة كبيرة بالوطن العربي، وبحكم وظيفته بيحتكم على 200 موظف على الأقل، وعم بيمارس عليهم أبشع وأقسى أنواع الإرهاب الاقتصادي. ممكن توضح شلون عم بيمارس هذا الإرهاب الاقتصادي؟ سيدي عم بيحاربهم بلقمة عيشه. يعني إذا موظف تأخر بيخصم له من معاشه، وإذا موظف تقاعس بيحرمه من التعويضات، وإذا موظف تزمر بيشطبه من قائمة الإضافة. ولهالسبب يا سيدي الموظفين عايشين بحالة من الرعب والزعر والخوف نتيجة هالممارسات هاي. لا، والإرهاب الاقتصادي ما عم يمارسوا بالشغل بس، بالعكس كمان عم بيمارسوا على بيته ومرته وولاده. وعلى سبيل المثال يا سيدي القاضي، كان روح قلبه التقنين بالمصروف والحرمان من أشياء أساسية،
وكان يقول لهم هالغرض لا تشتروه وهالغرض أجلوه لأول الشهر، وهذا كماليات مو لازمنا هلا. ومن هالحكي هذا؟ وتخيلوا يا سيادة القاضي، تخيلوا إنه ابنه صار له سنتين عم يترجاه ويبكي من شان تي شيرت عليه صورة جراندايزر، والأخ عم يرفض. بقى قالوا لي لسه في أصعب من هيك إرهاب اقتصادي؟ صحيح، بس أنا يا أستاذ. لا تحكي هلا، اسمع بقى اتهم بالأول. ليش لسه في تهم؟ أما النوع الثاني من الإرهاب اللي عم بيمارسه المتهم فهو الإرهاب الإعلامي. تخيل يا سيادة القاضي ويا حضرات المستشارين إنه بيتدخل بمجلة الحائط تبع الشركة وبيراقبها وبيحذف يلي ما بده إياه وبيحط يلي بده إياه. هذا غير الكلمات والخطابات يلي بيوجهها للموظفين بمناسبة وغير مناسبة. بقى في أصعب من هيك إرهاب إعلامي؟ أما النوع الثالث من الإرهاب يلي عم بيمارسه المتهم يا سيادة القاضي فهو الإرهاب الاجتماعي، وهذا عم بيمارسه على الموظفات يلي عنده وعم يفرض عليهم لبس محتشم. اتصور يا سيادة القاضي ما عم يخليهم يحطوا مكياج. أما بالبيت فالمتهم عم يحرم مرته وولاده من مشاهدة القنوات الفضائية يلي ما بتعجبه. وفي تقرير عندي بيقول إنه وبخ ابنه لأنه ما رضي ينزل ويجيب ربطة خبز، وهذا يا سيادة القاضي ممكن يعمل للولد عقدة نفسية ويصير عنده مخزون من العنف ما بنعرف وين بينفجر لما بيكبر. لسه في عندك شيء يا ممثل الادعاء؟ نعم سيدي القاضي، في عندي شغلة صغيرة بتأكد على وجود الميول الإرهابية ونوازع الشر عند المتهم. في عندي تقرير بيقول إنه لما المتهم شاف على شاشات التلفزيون عملية انتحارية أدت لتفجير دبابة إسرائيلية انبسط كتير وقال خي. عنجد قلت خي؟ نعم سيدي القاضي، قلت خي، وليش لحتى ما أقول؟ سجل الاعتراف سيدي القاضي، سجله. عيبنا سكوتك إذا سمحت يا أخي. حاضر سيدي. شو ردك على الاتهامات هي يا نصوح؟ سيدي القاضي المهاب، رئيس محكمة إدانة الإرهاب، السادة أعضاء حلف المحكمة، تحية عربية من بلاد المسلمة، لبيت تجاوزا دعوتكم للمحاكمة دون أن يكون لي فيها خصم ولا مخاصمة، لبيتها بدافع من حسن النية وسلامة الطوية وتعاوناً مع سير التحقيق وتفهماً للمطالب الدولية، وأنا الآن أمامكم وحدي المتهم وأنتم على تعدادكم الخصم والحكم، فيا لها من مهزلة لا تستند إلى أصول. والغريب في المسألة أن القاتل يحاكم المقتول وسيقرر في المحصلة أنني الفاعل وأنتم المفعول، ولكنني في هذه المرحلة فضلت الحضور والمثول لأرد بنفسي على الأسئلة بدفاع قد يطول، فهل سأنجو من ظل المقصرة وهل سأقفز في المجهول؟ اسمعوني بعد البسملة وبعد الصلاة على الرسول. أسيادي القضاة، يا أصحاب القلوب القساة، يا من تستعذبون شعور الطغاة، أنتم الآن تتهمون العرب بالإرهاب وتنعتوننا بالتيرورزم وتنظرون إلينا نظرتكم إلى غراب وتعاملوننا بالبطش والحزم، ولا ألومكم في هذا، فأنتم تعتبرون أنفسكم سادة العالم، تكرهون من حارب وتعشقون من سالم، تقربون من طعطأ وتحقدون على من قاوم، تحتقرون طالب الحق، تحترمون من ساوم، وأنتم في سياستكم أشد غطرسة وغرورا من قيصر وكسرى وفرعون، وإذا ما لمستم في أدائكم قصورا فمن حلفائكم تطلبون العون. استعليتم واستكبرتم وها قد بلغ السيل الزبا، والله إذا بقيتم على ما أنتم لن تقول لكم دولة بعد الآن مرحبا. أنتم تقفون عكس الريح وتعكسون المسلمات والمنطق
ومعلمكم الأحمق يستبيح كل لسان بالعربية ينطق، وربما لن يستكين ويستريح حتى يحتل بلاد المشرق. وفوق هذا تمارسون سياساتكم بسماجة واستعلاء وتعجرف. فإن قال أحدنا يا رب يا قاضي كل حاجة، تتهمونه في دينه بالتطرف. وإن أكثر الدعاء وحسن الديباجة يملأكم التخوف. وإن سبحت ربها دجاجة حرتم معها، كيف يكون التصرف؟ فأنتم تخشون ديننا ومبادئنا وسياساتنا، وتحاولون جر الضعيف من ساساتنا. وكل من حلب في إنائكم فهو الشجاع الأبي الحر، وكل من عزف عن مبادئكم صار عندكم محورا للشر. وأتوجه بالحديث لحكامنا وولاة أمرنا فأقول: هل ينام القط الأليف في حضن النمر الشرس؟ وهل يصادق سمك السردين الضعيف سمك القرش المفترس؟ سأكله على التو يا لطيف، فيا أيها العربي احترس. ومن ثم نحن لا نحب استيراد مناهجكم السياسية، هذا مستحيل ومحال. فلا تصدروا لبلادنا خنازيركم البرية على أنها ذبحت بالحلال. أوجعكم في أوطانكم تفجير، وانهار عندكم برجان، فما أسرع ما أقمتم النكير على العرب والإسلام والأفغان، وأعلنتم الحرب على الإرهاب وخصصتم الشرق الأوسط، وأصبحتم في هياج واضطراب كفرس ليس لها مربط. وصارت تصريحاتكم محيرة، زلات لسانكم قذرة، نشرات أخباركم منكرة، تحليلاتكم مفتعلة مدبرة، معلوماتكم مزيفة مزورة، نصفها مسخرة والنصف الآخر زعبرة. فلا دقة في الخبر ولا حياد، تبثون ما يروق لكم وتعرضون على العباد ما يتفق ومصالحكم. ثم إنكم جعلتم من أنفسكم راعي سلام، وتجاهلتم صفات الراعي، وناديتم بالتعايش والوئام بين الحملان والأفاعي. ومفروض بالراعي أن يسعى لعدم التحيز والانحياز، ولكنكم منحازون للأفعى مع درجة امتياز. ولا عجب في الأمر ولا غرابة، فلكم بين ظهرانينا ولاية حكامها عبارة عن عصابة وجدت عندكم الحماية، وفي كل ثانية تعطونها دبابة وسلاحا متفوقا للنكاية. والذي هي ترفض استيعابه، ماذا لو رفعتم عنها الوصاية؟ والله يا سيدي لولا أنتم وراءها لعجناها ودحيناها وخبزناها بالمخبز، ولكننا محبطون إزاءكم وإزاءها، فالعين لا تقاوم المخرز. لهذا وعلى سبيل الاستعاضة نطلب الموت بدل العار، وسلاحنا في الانتفاضة عصي وسكين وأحجار. أما أنتم يا سيدي القاضي الجليل، فإرهابكم الاقتصادي ما له مثيل، قارتكم بالثروات مفعمة، والكل وراء دولاركم منساق، ومؤسساتكم بالأموال مدخمة، وكلها من قطع الأرزاق. استوليتم على النفط والبترول من الشعوب في الصحراء، وشرهتم شره الغول، وبرعتم في مصر الدماء. وصاحب النفط كالمذهول لا يملك ردا للقضاء، وإذا قال لكم ولن يقول: هذه ثرواتي يا أصدقاء، ربما قذفتموه بالزربول وحجرتم عليه كالسفهاء. والشعوب بثرواتها مفجوعة، وأنتم تمتصونها كالدراكولا، وتشفطون نفطها كالبلوعة، وتقدمون عوضا عنه الكوكاكولا. تسرقون من العين الكحل، ودائما على قولة هات، ولهذا ينطبق عليكم بالفعل: الذي استحى قد مات. تريدون لو تصبحون للعالم كله بيت مال، وأن تروا سكان العالم يمشون بالبوابج والأسمال، كي وقتها تتصدقون عليهم ببعض المال،
وبعدها تمننون وتفاخرون بأنكم أصلحتم الحال. فهل نحن في الاقتصاد إرهابيون أو العكس يقال؟ سيدي القاضي، سيدي المدعي العام، يا أحفاد الأنكلسام، تسرحون العمال وتستغنون عن العمالة وتدمجون الشركات الكبرى، وتزداد لديكم في كل حال نسبة البطالة والرزالة وهلم جرة، فأنتم أصحاب سياسات التضييق والحصار الاقتصادي على القريب والبعيد والصديق، وحليفكم يشد على الأيادي. أنتم أصحاب التسليح الجماعي والتشويع والفساد المنظم، وفي سبيل مجتمع إباحي تقرون كل فعل محرم. أما إرهابكم الاجتماعي فمعروف ومفضوح، وكل ما نعتبره لا إنساني هو عندكم مسموح. والدليل على هذا الكلام، لم يحمل السلاح أولادنا الفوارس ولا فكروا في العدوان والإجرام وارتكبوا المجازر في المدارس. هذا هو مخزون من العنف مزروع في رؤوس أولاد العم سام، رشاشات ومسدسات من كل صنف، ومثلهم الأعلى جيمس بوند فان دام. ثم إن فضائح رؤسائكم مشهورة، وفضائحهم up to date تنتهي بمونيكا لوينسكي الأمورة وتبتدي بووترغيت. وديمقراطياتكم شوربة، قراراتكم ناقض ومنقوض، تقصفون البلدان الضعيفة بالقنابل وتدمرونها دمارا وتدميرا، ثم ترسلون لها قمح السنابل بحجة أنكم تساعدون شعبها الفقيرة. سيد القاضي، أشكرك على عدم مقاطعتي واعتراضي، وحييت لاستيعابك الافتراضي. نحن العرب لسنا أصحاب ذل ومسكنة، بل أنتم من ابتلي بالغطرسة والفرعنة، وأمثالكم في التاريخ كثيرون عديدون. فأين هو كسرى؟ وأين هولاكو؟ وأين هتلر؟ وأين نيرون؟ تريدون سيادة الكون من قطبي؟ وقديما حلم الثور بحمل الكرة على قرنيه. ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، والشجرة مهما علت لا تبلغ السماء، ومصيرها دائما حطب للشوى. لا تقولوا كان هذا قبلنا ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين، لا تقولوا قد ينفعنا علمنا وسنسود العالم إلى يوم الدين. قال هذا الكلام طغاة قبلكم واندفسوا في قبورهم ممددين، قالوا على ما أذكر دام فضلكم ما هذا إلا أساطير الأولين. سيدي القاضي، إن كنتم تتباهون بعلمكم وتحتقرون جهلنا، فإن كنتم عندما سدنا العالم سدناه علما وفكرا، ولا يزال اسمنا منقوشا في ذاكرة العالم. ونحن بكل فخر، ديننا الإسلام، وليس في الإسلام تنكيل وإرهاب. والله من أسمائه الحسنى السلام، وليس للإرهاب بعد اسمه تنظيم وأحزاب. فمهما أسرفتم في مهاجمة ديننا فننصحكم أن ترتدعوا ولا تسرفوا، لأن كل قوانيننا نستمدها من شرعنا ورائدنا في ذلك المصحف. فإن أسرفتم في النيل من ديننا فبالحفاظ على ديننا نسرف. نحن نحترم جميع الأديان وليس لدينا عليها أي نقمة، هكذا قد علمنا القرآن أن نحترم ما أمكن أهل الذمة. سيدي القاضي، يا صاحب الحلم والصبر والعقل الرياضي، إنني من هنا من قلب هذه المحكمة أقول لأثريائنا بالنبرة المتهكمة، تغدقون يا أثرياء أموالكم على المحطات الفضائية، وتفخرون صبح مساء ببرامجها الدعائية التجارية، فهل أسستم بحق الأنبياء محطات عربية قومية لتعرف شعوب العالم ماهية ديننا وقضيتنا السياسية؟ ولتكن موجهة يا أصدقاء باللغة الإنجليزية ليفهم من في الأرض ومن في السماء عدالة قضيتنا العربية.
محطات الغرب تسابقنا وتعرض كل ما يشوهنا، تبث الذي قد يضايقنا وتحذف كل ما يشرفنا. تظن الشعوب الغربية بأننا راكب حمير وبغال، وبأن ميولنا إرهابية، وبأننا من يذبح الأطفال. أسسوا من زكاة أموالكم محطات، وأسهموا في نشر المعلومات الصحيحة، وأكثروا من الشرح والتفصيل واللقطات عن العرب وحضارتهم وعن فلسطين الجريحة. فليس لدينا الكثير من القنوات، وإن وجدت فهي بالفائدة شحيحة. سيدي القاتل، عفوا سيدي القاضي، السادة الحلفاء، أي دفاع منطقي سوف يبري ساحتي ثم أنجو من قرار أحمقي؟ إن حكمتم فاشنقوني، أو إذا لم أشنقي حسبي الآن بأني لم أفاخر بالسكوت المطبق. هدوء هدوء إذا سمحتوا. لبسوا بجامة حمراء وخذوا أقوال تناموا. تركوني بحالي، ما بدي روح على جوانتانامو، ما بدي روح على جوانتانامو. بعده يبقى عني نصوح. كل شيء لجوانتانامو، كل شيء لجوانتانامو. نصوح شبك حبيبي شبك؟ وين أنا؟ وين يعني؟ هون بالبيت. يعني ما أخذوني على جوانتانامو؟ نصوح شبنا، مين هدول اللي بدون ياخدوك؟ ولا رحت على بهاما؟ شبك نصوح حبيبي، شو صاير لك اليوم؟ خي شو الظاهر، كنت شايف لك شي منام مزعج مو هيك؟ قال مزعج، قال منام مرعب تماما. الله يعافينا يا رب، الله يعافينا. ايه قوم حبيبي قوم، قوم روق لي حالك وانسالي كل هاي المنامات. ان شاء الله كل عام وانت بخير يا رب. وانت بخير، بس ليش؟ شو المناسبة؟ شبه ما شو نسيت، اليوم عيد ميلادك. شو هالحكي اليوم؟ ايه قوم قوم شوف هالمفاجأة الحلوة يلي جايبتلك ياها. اخر موضة نوري، لهون لاحقتني البيجامة الحمراء. هلأ شو تفسير منامه للي شاف حاله بمعتقل جوانتانامو؟ معناته لا تتفرجوا على الأخبار قبل ما تناموا.